بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. انتهى وقت الكسوف ولا أحد يبالي وأصبح اللعب على المكشوف. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. انتهى زمن الكسوف وأصبح الكلام يستوجب كل الصراحة وبلا خوف، إلا الخوف على لحمة الجماهير مع بعضيها، الخوف على الساحة الرياضية والسلم الاجتماعي اللي فيها، الخوف على علاقات الجماهير مع بعضيها، والخوف ان احنا كلنا تشغلنا كل هذه المشاكل الصغيرة عن الهدف الكبير، وهو استعدادات مصر ان شاء الله في صيف هذا العام لاستقبال الأمم الأفريقية. الحقيقة انا مش قادر استوعب ولا يعني، طبعا الواحد دماغه بتوديه في سكك كده، لكن لماذا كلما اقترب الاهلي من تواجد جماهيره معه يحدث كل هذا الصخب وهذه الجلبه، ويدخل الجمهور وهو يشعر ان هناك من يستفزه، ولكن باستدعاء الحكمه والقياده التي توجه في طريق السلوك القويم دائما ما نتجاوز هذه الاختبارات او المحطات. الاهلي سيلعب افريقيا ويطلب حضور جماهيري، سمح له ب 12 او 10 مش عارفين لسه، والاهلي عايز يضعفهم، والكابتن له مبادره في هذا الشان، واصبح قريبا من ان الاهلي يحضر ويدعم فريقه. فجاه الدنيا تسخن، فجاه يحصل كلام، فجاه يحصل تراشق، فجاه يعني نتمنى ان الجو يهدأ، لان الحقيقه انا مش شايف ان الاهلي بيعمل حاجه بيستفز بيها حد. يعني الاهلي ما بيستفزش حد، لكن التحرشات مستمره، والجمهور هو نجم حلقه الليله، نجم الحلقه، لانه هناك ذكرى تأبين، هناك مبادره مهمه جدا لعوده الجماهير للمدرجات، هناك رسائل تطمين كبيره وواسعه، وهناك ايضا مناشدات مهمه جدا. نتمنى يعني هو بس حلقه النهارده يعني تتابعوها واحده واحده. يعني هل كل ما الاهلي يحصل على عقد رعايه نبص نلاقي هذا الهجوم الضاري يحصل على مسانده؟ يعني مش ممكن ان بريزنتيشن ترعى الاهلي يحصل هذا الهجوم الكاسح، و تعمل اغنيه بتقول وراك يا اهلي، بندعمك يا اهلي، بنحبك يا اهلي. يا سيدي ده اسلوب من اساليب الترويج مصلحتها انها تحب الاهلي، زيها زي الاهرام، زي اهل الصله، زيها زي برزنتيشن، زيها زي كل شركات المحمول، اللي كل ما الاهلي يحصل على حاجه وراها مجموعه من الاتهامات ومجموعه من الاستفزازات ومجموعه من الكلام. يا سيدي احنا ما عملناش حاجه، احنا بناخد القيمه التسويقيه بتاعتنا، مالك يعني ايه اللي يستدعي ان نعمل هذا الجو المفعم بالتوتر؟ ليه؟ من غير ليه؟ لانه في هناك من يعتقد ان حقوق الرعايه والقيم التسويقيه حاجه ممكن تتوزع على بطاقه التموين. اديت الاهلي ازازه زيت، فين ازازه الزيت بتاعتي؟ اديت الاهلي 2 كيلو سكر، انا عايز 2 كيلو سكر. البعض لا زال عنده هذه العقليه انه حقوق الرعايه ذات القيم التسويقية اللي مرتبطة بحجم الشعبية وحجم الجماهيرية، البعض بيعتقد ان هي مخصصات تموينية يجب ان تتم بالتساوي او بالتوزيع بين كل الاطراف، لكن في النهاية ده حجم السوق، وفي النهاية بنتمنى الخير للجميع، لكن يظل النادي الاهلي بقيمه التسويقية، بحقوق رعايته، بحجم جماهيريته الواسعة والكبيرة جدا في كل مكان، جدير باكثر من هذه القيم المادية. وكلما تمسك الاهلي بصورته وحافظ على الصوره الذهنيه كنادي رائد بيحترم القيم والتقاليد وبيحترم المنافسين وبيحترم نفسه وبيحترم النظام العام، كلما زاد تعلق الجماهير به كلما زاد اقبال الرعاه عليه. عشان كده حلقه النهارده حلقه مهمه جدا فيها 8 عناوين. طبعا لن ننساكم، الاهلي والوادي والكلام الفاضي، لكن لو عن التظبيط تعالوا نتحاسب. تقول سيمبا، اقول اهلي. ميركاتو الشتاء
ولمسات قبل الإغلاق، والمؤكد الجحيم هو الآخرون. الإصابات واللغز لا يزال مستمرا، وأخيرا ودائما المجري قطار الشرق السريع. محتوى نتمنى إن شاء الله إن احنا نفل حضراتكم بمناقشته سريعا، لكن النهارده مارتن لاسارت المدير الفني للأهلي في المران استقبل بحفاوة معبرة جدا اللاعب محمد محمود اللي راجع من جراحة الرباط الصليبي بعد ما عملها في ألمانيا وجاي ينفذ برنامجه العلاجي والتأهيلي. شايف الصورة ازاي بكل هذا الحب؟ لأنه اللي كان حاضر في ملعب التتش وشاف ترحاب لاسارتي يتبين له حجم وقيمة هذا اللاعب. لاسارتي هنا في هذه اللقطة يعبر عني شخصيا، ويعبر عن الملايين من جماهير الأهلي. لم يدخل أحد قلوب الجماهير بهذه السرعة كما فعل هذا اللاعب الناشئ الواعد الصاعد الذي يشب كثير كثير من فنون الكرة. فهو يستحق بخلقه بمهاراته طبعا الدراما اللي صاحبت انضمامه للأهلي، طبعا الإصابة السريعة، كل هذا بيخلي الناس تتعلق بهذا اللاعب ويقولوا له ألف حمد لله على السلامة وترجع لنا بطل أحسن من الأول بإذن الله تعالى. كل التوفيق، لأنه كمان أنتوا عارفين ظروف الإصابات الكتيرة جدا اللي بتضرب قائمة الأهلي، لكنه النهاردة مع القيد الأفريقي الأخير قبل غلق الميركاتو الشتوي الأهلي سجل 2 لعيبة لدعم القائمة الأفريقية، المكانين اللي كانوا فاضيين رامي ربيعة ومحمود وحيد، علشان يستكمل الأهلي قائمته الأفريقية اللي بيخوض بيها بقية المشوار حتى النهاية بإذن الله. القائمة دلوقتي اللي فيها اللي أضيف ليها رامي ربيعة ومحمود وحيد فيها محمد الشناوي وفيها شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني وسليف كوليبالي خرج، وسعد سمير ومحمد نجيب وأيمن أشرف وعلي معلول وحسام عاشور وعمرو السلية وهشام محمد وميدو جابر خرج، وإسلام محارب ومحمد شريف وكريم ندفد وأحمد حمودي وناصر ماهر ووليد سليمان وصلاح محسن ومروان محسن ووليد أزار ورمضان صبحي وياسر إبراهيم وحسين الشحات وحمدي فتحي وجونيور أجاييه، وطبعا أضيف اليوم رامي ربيعة ومحمود وحيد. لكن يمكن اللافت جدا بعد كل الجدل اللي حضراتكم أثرتوه إنه ألاقي النهاردة أو منذ لحظات قليلة قبل ما نطلع هوا مباشرة صالح جمعة النجم الكبير ولاعب الوسط صانع الألعاب المميز جدا بمجرد ما أعلن عن عدم قيده في القائمة الأفريقية الناس كلها انتظرت بقى رد فعل عنيف لصالح جمعة وهيعمل إيه صالح جمعة. شوفوا صالح جمعة بالوعي اللي هو عليه وبالرغبة اللي هو يستعيد فيها قيمته ومكانته وأهميته كصانع ألعاب كبير، بيقول قرار لن يؤثر على مدى الجدية في الالتزام ومواصلة العمل خلال الفترة القادمة إن شاء الله. وقال صالح كمان في تغريدة له ننافس في أكثر من 3 بطولات، الأهلي يحتاج جميع لاعبيه خلال الفترة القادمة، كل الدعم للاعبين المتواجدين في القائمة الأفريقية. وبيقول صالح جمعة هذا الرائع سنقاتل حتى نهاية الموسم. أنا أعتقد يا باشمهندس منتهى الوعي ومنتهى الجدية من صالح. هذا أكثر ما قدمه صالح جمعة منذ انضمامه للنادي الأهلي من جدية تدعو إلى التفاؤل. رد الفعل ده هو ده اللي بيطمني فعلا أن صالح عازم على أن يقدم موسم سيكون فيه الأفضل على مستوى مصر بإذن الله إن شاء الله. وكل الدعم لك منا يا صالح إذا ظللت على هذه الروح، هو ده اللي احنا مستنينه من لاعبية النادي الأهلي الموهوبين ومش نهاية المطاف، وبإذن الله تكون موجود مع النادي الأهلي في كل المعتركات المهمة القادمة بإذن الله. عشان كده لو تفتكروا فاكرين التسريبة اللي طلعت من رسائل الواتساب بين أحد الصحفيين مع أحد أعضاء مجلس إدارة نادي كبير في الترتيب للإيقاع بالأهلي وإزاي هنخطط وإزاي هنستنى في أول تعثر ليهم وهننقض، وكانت الترتيبة ماشية محورها كله على صالح جمعة، مش هنسيبه يلعب معاهم، إحنا عارفين هندخله إزاي
كل شويه هنطلع له خبر، كل شويه هنقلب له صوره قديمه عشان نبدا نحرض عليه. صالح جمعه بالتغريده الجديده له بعد هذا القيد او بعد هذا القرار اعتقد اثبت جديته، واثبت كمان انه عنده قدر كبير من الوعي وعنده قدر كبير من الرغبه في انه يستعيد قيمه. من الصدق المره دي انه يعمل حاجه. ننتظر من صالح ومن كل اللعيبه اللي مش موجودين في القائمه واللي ممكن يكونوا بره قائمه المباراه انه باستمرار يكونوا مع الفرقه، باستمرار في كل المباريات الافريقيه حتى غير المسجلين في القائمه الافريقيه يكونوا موجودين مع زمايلهم باستمرار. الاهلي ادى النهارده مرانه الصباحي قبل ما يسافر للاسكندريه للمبيت بيها علشان الدخول في معسكر قبل مباراه سيمبا التنزاني. المباراه هتكون يوم السبت في برج العرب، وانتم عارفين حضراتكم دي المجموعه الافريقيه في دور ال 16 لدوري الابطال. في فحص طبي لسعد سمير بكره ان شاء الله قلب الدفاع علشان الجهاز يطمن على حالته. عنده شكوى في اصابه في الكاحل، ان شاء الله تكون بسيطه ويتمكن سعد من دخول معسكر المباراه. بينما طبعا صلاح محسن المهاجم اللي لسه راجع دخل في تدريبات منفرده اليوم على هامش المران، كان في جري لوحده ضمن البرنامج اللي بيخضع له لتجهيزه للمشاركه في المباريات الرسميه، والجهاز الفني بقياده الاورجواياني مارتن لاسارتي حرص على تخفيف الحمل التدريبي شويه لبعض اللعيبه لتجنب حاله او الاصابه بالارهاق في ظل ضغط المباريات. في مران منفرد للرباعي عمرو السوليه وحسين الشحات ومحمد هاني وعلي معلول، خاضوا اليوم تدريبات منفرده تحت اشراف اليخاندرو مخطط الاحمال، وده خلال المران اللي جرى النهارده اللي حضراتكم شايفين بعض جوانبه. حسام عاشور وصالح جمعه واحمد الشيخ نجوم الفريق في المران الجماعي شاركوا النهارده بعد تعافيهم من الاصابات المتنوعه والمختلفه، وهيكون الثلاثه جاهز للفتره اللي جايه، وان شاء الله حسام عاشور يكون جاهز لتدعيم القائمه او مباراه الفريق امام سيمبا لو الجهاز الفني شاف كده، لكن عارفين حضراتكم انه كده صالح واحمد الشيخ مش موجودين في القائمه الافريقيه. من عنبر لعنبر مش من خبر لخبر، احنا ما زلنا في المستشفى فبننتقل من عنبر لعنبر. في تاهيل للسداسي المصاب مروان محسن واسلام محارب وحمدي فتحي وياسر ابراهيم ورمضان صبحي وعلي لطفي، خاضوا تدريبات تاهيليه النهارده، ومروان وحمدي فتحي ومحارب ادوا تدريباتهم تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، اشتملت على بعض الجوانب البدنيه والرياضيه، ومروان صبحي وعلي لطفي وياسر ابراهيم قاموا بأداء جلسة في الجيم وجري حول الملعب لاستكمال تأهيلهم. ايه يا عم بقى انت عامل لنا دوشة ليه؟ ايه؟ عايز تطلب محاول نفسك للتحقيق ليه؟ ايه الموضوع؟ الموضوع انه المجلس الأعلى للإعلام أو لتنظيم الإعلام برئاسة الأستاذ مكرم محمد أحمد طلع قرار أو بيان من أسبوع قال إن هو بيوجه إنذار أو لفت نظر لمجلتي الأهلي والزمالك. ولما اتنشر الخبر يا باشمهندس كان في كلام كتير حوالين خروقات مهنية، استخدام لغة لا تليق، الحض على التعصب، إثارة الفتنة بين الجماهير، وكلام كتير يمس لغة الصحافة نفسها. تواصلت مع بعض الأصدقاء الأعزاء في لجنة ضبط الاداء الاعلامي برئاسه الاعلام الكبير الاستاذ فهم عمر، لانه دي لجنه منبثقه عن المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. فانا لقيت المساله، انت حطيت مجله الاهلي، ماليش دعوه باللي بتكتبه مجله الزمالك، اللي بتكتبه مجله الزمالك كل الناس شايفاه وكل الناس تقدر تناقشه بما فيها لجنه ضبط الاداء الاعلامي والاساتذه الكبار في المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. لكن ما يعنينا في مجله الاهلي ان انا لقيت عقوبه بلا سبب، بلا خطا على الاقل من وجهه نظري، من وجهه على الاقل من وجهه نظري. فكان عليا ايه؟ طيب انت دلوقتي مهما كان حتى لو هو لوم او لفت نظر او انذار في حد ذاته ده شكل من اشكال العقاب المهني اللي انا اتفهمه لو في سبب للتجاوز. فبعتنا للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام جواب، اولا بنؤكد على احترامنا الشديد جدا لكل ما يصدر عن هذا المجلس من قرارات، بل بنثمن جهودهم الكتيرة لضبط إيقاع الأداء في المهنة، لأنه فعلا الأمور محتاجة
مزيد من الضبط. بس تعالى حاسبني على تجاوز صدر. فكان ان انا بعتنا لهم كل اعداد مجله الاهلي عن سنه كامله منذ العدد الاخير لغايه بدايه 2018 يناير 2018 وقلنا لهم بمنتهى التقدير والاحترام قولوا لنا الخطا فين، لانه انا اللي بطلب التحقيق معايا، انا لا اقبل ابدا ان انت توجه لي اتهام او مساءله عن خطا من وجهه نظري لم يحدث. لو فيه سوء فهم لانه اتقال لا في بعض العناوين، طيب تعالى نتكلم. فاتقال اصل في عنوان كان لمقاله ليا، عين الحسود فيها عود بل الف عود ايها الحاسد الفاجر. فقلت لهم طيب حد قرا المقاله؟ المقاله بالنص اللي انا بعته لهم لما اقراها لحد يقول لي لا ما فيهوش اي حاجه، لان انت بتتكلم على كل عين حسود فاجره. لفظ الفاجر لو انت شايف انه لفظ غير صحفي فقد ورد في الحديث النبوي. الرسول عليه السلام وصف اللدد في الخصومه اذا خاصم فجر. فبالتالي الحسد والاستعاذه بالله منه ده ايه قرانيه. الفجر في اللدد في الخصومه ده حديث نص نبوي. وانت ما وجهتوش لحد. ولم يوجه على اطلاقه، ده اللي انا قلته لهم لكل الاساتذه الكبار، ادي الجرنان عندكم شوفوا المقاله فيها ايه وموجهه لمين؟ لا للمنافس ولا لشخص، لا تلميح ولا تصريح، لان انا كمان عندي من الحرص دايما لو عايز اوجه الادانه واللوم لشخص سين هوجهه له مباشره. ما مش مؤمن انا كتير بحته التخفي ولا التلقيح ولا التلميح. يا تروح للشخص المسؤول بشكل محترم وبلغه سليمه بشكل مباشر، او لو هو شتمه وكده يبقى لا ده مش مجاله الصحافه. فكان ان انا باشمهندس اقول لهم بعد اذنكم انا طالب التحقيق معايا كرئيس تحرير عشان تقولوا لي ايه شكل التجاوز وانا اقول لكم الموقف كان فيه ايه بالظبط. ده اللي حصل. هو 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 بس انت لمس نقطه غايه في الاهميه. كلما ارادوا ان هم ينتقدوا احد لازم يحطوه في مواجهه. ها يعني يقول لك ايه أخطاء تحكيم تفيد الأهلي والزمالك، مش عارف إيه الأداء الإعلامي الأهلي والزمالك، التوازن إيادة على قيادات الناديين، يبقى في قيادات ساكتة ما بتتكلمش وبتلام إنها ساكتة وعمالة يقال إليها تير حد يقول لك التراشق بين قيادات الأندية. التراشق الله فين يا عم التراشق؟ الله يعني هو لما يكون الصمت يعني كل اللوم بيوجه لمسؤول الاهلي انتوا ساكتين ليه؟ بالظبط بالظبط مش بالعكس مش بترد وبتتجاوز كمان مش كفايه صخب كفايه تراشق كفايه مهاترات انتوا ايه اللي مسكتكم؟ ودائما الاهلي زي ما انت عملت كده مجلس ادارته هو اللي بيقول للناس حققوا يا سيدي معانا وتعالوا راقبونا بالظبط. في ايه ارقى من هذا واكثر شفافيه؟ يعني ماذا هو المطلوب من النادي الاهلي؟ ما تحطناش في مقارنه في مواجهه مع احد ولا مقاربه. قولوا لنا الاهلي ما تعملش كذا كذا يا اهلي. قول لي انت غلطان. كلام محدد. مش كفايه تراشق؟ يعني ايه تراشق؟ فين التراشق؟ هو انا لما افضل يعني يتم التجاوز في حقي وبعدين ابعت اشتكي يبقى ده تراشق؟ ده انا بقول ادوني حقي عشان ما تراشقش. عشان انا ضد ان انا اخد حقي بدراعي، انا عايز اخد حقي بالقانون. بالظبط بالظبط. عشان كده يا باشمهندس دي هي دي الجزئيه اللي كانت ورا هذا الخطاب مني. انا بطلب التحقيق معايا كرئيس تحرير علشان نقف عند حد هذا التوازن الدائم اللي بيخلي واذا طلعوا لك حاجه واقنعوك تخلي بالك هعتذر تخلي بالك بالظبط بالظبط. يعني ايه نور لي الطريق؟ أنا واحد يقول لك يا حرامي اللي مش عارف كذا فين اللي مش عارف ايه وبعدين انت تقول اذا خصم فجر يبقى دي قدام دي. عشان كده فكره ونتمنى انه حتى في الاداء الاعلامي عامه، لانه اعتقد في الحلقات الماضيه عرضنا لاكثر من مقاله لزملاء، لو عايز تدين اللي بيحصل في الساحه الرياضيه يقول لك ما يحدث بين قيادات الانديه، التراشق بين رئيسي النادي الاهلي ونادي الزمالك، طب فين الاهلي؟ طب ما تشاور لي، لانه ممكن يكون في موقف من المواقف الاهلي بس هو اللي غلطان، الزمالك مش غلطان. او الزمالك بس اللي غلطان، الاهلي مش غلطان.
الاهلي هو اللي عمل حاجه كويسه الزمالك ما عملهاش او العكس؟ ليه في كل الحالات لازم الاثنين يتحط عندنا هذا الحرص من الازدواجيه او ربط الناس مع بعضيها بحزمه جرجير واحده؟ العود الصغير مع العود الكبير وده مع ده عشان تبان رابطه، عشان نبقى متوازنين، عشان ما حدش يقول ان انا منحاز لا لسين ولا لصاد. فتوه المساله وتضيع المسؤوليه. لا، روح للاهلي مباشره بالاشاده او بالادانه، وروح للزمالك مباشره بالادانه او بالاشاده. في الحالتين اتمنى انه في الكتابه الصحفيه وفي اداء كثير من البرامج تتوقف لغه اللي انا للاسف سميتها في فتره نوع من النفاق الرياضي العام. محدش قادر يدين طرف بعينه فيربط معاه التاني. محدش عايز يبان ان هو بيشيد بنادي بعينه فيربط معاه التاني. رغبة في انه يبان ان هو كده المسألة متجانسة ومتوازنة يعني ده حتى وصل وعلى الحياد. وصل للحساسية او وصل للتعمد في هذا الربط والدمج. ان ما يجي واحد يقول لك ايه؟ النادي كذا كبير والتاني يعني لو الزمالك نادي كبير جدا والاهلي كمان يا جماعة او الاهلي ده نادي من اهم انديه افريقيا والزمالك كمان ايه الجمله؟ الاهلي عمل بطوله افريقيه قويه السنه دي والزمالك برضه. يا عم الزمالك الاهلي كان في البطوله والزمالك خرج من الدور الاول في الكونفدراليه، يعني ده في مسار وده في مسار تاني خالص. بس الرغبه في هذا التوازن الشكلي مخليه الناس كده. في ظواهر كتيره سلبيه مواجهتها وحسمها مش هيكون الا بالصراحه. لا بصراحة والفصل عشان كل واحد ياخد حقه بالفصل الفصل التام كل واحد ياخد حقه إدانة أو إشادة لشخص أو لكيان تكون لوحده. نفصل بقى شوية هنطلع لفاصل وبعد الفاصل طبعا يعني لن ننساكم عايز تقول حاجة؟ لا أقول إيه بقى؟ طبعا لن ننساكم لأنكم فعلا في القلب بعد الفاصل. رحم الله شهداء مصر والنادي الأهلي، رحم الله أبنائنا وإخواتنا الصغيرين وناس في عمر الأحفاد كانت رايحة تشجع ناديها اللي بتحبه فتتعرض لهذا الغدر وهذا العنف ويروحوا ضحية عشقهم وحبهم لناديهم. غدا يعني أول فبراير الذكرى السنوية السبعة لاستشهاد هؤلاء اللي بإذن الله يكونوا في الجنة بإذن الله. كل الصبر والسلوان لأهليهم ومجلس إدارة لفتة جميلة لأن طبعا الأسر دي مفيش شيء هيخفف عنها غير أنهم يشعروا أن حياة ولادهم لما راحت في الاتجاه اللي لا يمكن يتنسي وراحت للحبيب الذي لا يجحد فضل من يحبه يعني اللي هو النادي الاهلي. يمكن اللقطات اللي حضراتكم شايفينها مجلس اداره النادي برئاسه الكابتن محمود الخطيب في تأبين ذكرى شهداء النادي الاهلي من جماهيره الوفيه المخلصه السنه اللي فاتت. وده الترتيبات اللي هنشوف بكره في هذه الذكرى السنويه. ترتيبات مجلس الإدارة وإدارة النادي التنفيذية لإحياء هذه الذكرى اللي من المؤكد فريق كورة بتفكر ونجوم. كل الناس بهذا الجرح الغائر المؤلم جدا اللي وقع في استاد بورسعيد واللي المفترض نتعلم منه كتير وننطلق منه لأنه فعلا النادي الأهلي من وقتها لما عمل هذا النصب التذكاري في النادي كان ده الانتصار لقيمة الجمهور ودور الجمهور انه جزء فعلا متأكد ان لن النادي وتاريخه انه لا انتوا موجودين في قلب النادي، انتوا موجودين بذكراكم، انتوا موجودين باسمائكم، انتوا مخلدين بسيرتكم، احنا مقدرين التضحيات بتاعتكم وحبكم لناديكم. فهذا التقدير الكبير من النادي لجمهوره حتى جاي مع ظروف هنحكي لكم عليها في مبادرة الكابتن محمود الخطيب لعودة الجمهور للمدرجات لأن هي برضو جاية في نفس السياق ونفس التوقيت وده التأكيد على قيمة الجمهور ودور الجمهور ومشاركة الجمهور للنادي الأهلي في مسيرته. إيه اللي هيحصل بكرة في هذه الذكرى؟ من المؤكد أن الإدارة التنفيذية للنادي بتنفذ خطة مجلس الإدارة في إحياء هذه الذكرى اللي بتبعث بكثير من الرسائل وأيضا كثير من الترحم على أرواح
شهداء الأهلي الأبرار، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي. أهلا بك يا سيادة العميد. الله يخليك أستاذ إبراهيم، مساء الخير يا فندم. مساء الخير وتحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. طبعا مساء الخير يا كابتن عادل، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ مرجان. قول يا سيادة العميد، إيه الترتيبات بكرة بالظبط؟ هو طبعا إن شاء الله بإذن الله، يعني بكرة بإذن الله هي ذكرى لإحياء البطولات. ذكرى ما محدش يقدر ينساها، ولادنا في القلب دايما وجمهورنا في قلوبنا دايما. وان شاء الله باذن الله في ترتيبات بكره، دي هتبقى ثاني الترتيب الثاني على التوالي في عهد مجلس كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، اللي دايما بيصر اللي هو يشارك في احياء الذكرى، لانها زي ما بقول حضرتك احياء للبطولات. بكره ان شاء الله باذن الله مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود هيكون موجود لوضع اكليل الظهور على النسخ التذكاري، وبمشاركه الجهاز الفني لكره القدم، المدير الفني كابتن نصرتي وكابتن سارة حفيظ مدير الجهاز، وكابتن حسام عاشور كابتن فريق كره القدم النادي الاهلي الدرجه الاولى الفريق الاول. وفي نفس الوقت برضه النشاط الرياضي هي كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، ومعاه الاجهزه الفنيه وكباتن الفرق الرياضيه الالعاب الجماعيه والفرديه سواء رجال او سيدات، ان شاء الله باذن الله لوضع اكليل الظهور على نصب التذكاري ان شاء الله. ومجلس الاداره قرر اللي هو بيفتح بابه النادي على مستوى الثلاث فروع، مش مقر الجزيره بس، الاقرب لذوي واسر شهدائنا وابنائنا اللي هم يكونوا متواجدين ثلاث فروع لقضاء اليوم بكره مع اعضاء النادي الاهلي ومع فرق النادي الاهلي. يعني ان شاء الله باذن الله هو احنا نرجع نقول ثاني، هو احياء للبطولات في اهم حاجه، بنقول دايما ان كل بطوله للنادي الاهلي بنديها لجماهيرنا وبنديها لاولادنا اللي هم دايما ورا النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله دايما هم في قلوبنا ما ننساهمش ابدا باذن الله. المراسم تبدا بكره الساعه كام يا سياده العميد؟ بداية 9 صباحا ان شاء الله باذن الله وجود مجلس الاداره والفرق الرياضيه. الساعة 10 صباحا بنستقبل اسر شهدائنا في الثلاث فروع على مستوى الثلاث فروع. يعني استقبال الاسر اللي اي حد عنده ظروف تقدر تخليه يروح مدينة نصر، يروح الشيخ زايد، يجي الجزيرة، متاح ليه في اي فرع. متاح ليه في اي فرع يقضي اليوم، يبقى موجود في وسط اعضاء النادي الاهلي، في وسط يعني اخواته، في وسط ولاده، كل دول جماهيرنا وكلنا النادي الاهلي كله وجماهيره واعضائه وضبطه كله حاجه واحده. ربنا يقويكم وربنا يصبرهم، والحقيقه يعني هم اخواتنا وشهدائنا وحبايبنا. يا رب دايما ويحسبهم عند ربنا سبحانه وتعالى شهداء، واحنا يعني على طول موجودين. وطبعا هو جمهورنا كابتن عادل انت عارف يعني هو اساس البطولات، وده احنا بنعلم ولادنا اللي انت كل بطوله بتكسبها بتهديها دايما لجمهورك، تقول البطوله بتكسبها هو ده الاهداق الحقيقي واحياء الذكرى الحقيقيه بحظ البطولات للنادي الاهلي. سياده العميد، يمكن على ذكر الجمهور برضه ودوره مع النادي، في مبادرة مهمة من الكابتن محمود الخطيب في زيارته لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في المطالبة بزيادة عدد الجماهير المسموح بها في مباريات الأهلي 10,000 في المباريات المحلية، على أن تكون في المباريات الأفريقية سواء مباريات الأهلي أو مباريات بقية الفرق اللي بتشارك أفريقيا في الساعة الكاملة للإستاد حسب ما هو مسموح به. تفاصيل ده إيه؟ تمام. هو طبعا يعني الكابتن محمود ومجلس الاداره يعني من اول يوم واخدين على عاتقهم عوده الجماهير المدرجات وعوده الجماهير بالشكل فعلا الحقيقي للمدرجات. فعشان كده النهارده احنا كان النادي الاهلي رفض التمييز بين الجماهير، رفض اللي يكون فيه وجود فقط اعضاء جمعيه عموميه. فالكابتن محمود بيسعى في كل مكان لغايه ما وصلنا لل 5000 اللي هو كان الاجتماع اللي اتحدد فيه 5000 مشجع لتشجيع الفريق المنظم في المدرجات وتوزيعاتهم اللي هو 3000 للجمهور و1500 لوزاره الشباب والرياضه و500 لفريق الضيف. طبعا احنا الفتره اللي فاتت الحمد لله الوجود في الملاعب كان شكل كويس، حتى لو كان في سلبيات الحمد لله احنا يعني في ممكن بتعدي، لان الحمد لله كلها حاجات بنعالجها كويس، في بيانات وفي مجهود اعلامي بيحصل سواء في قطاع الاهلي من وفي تجاوب، وده المهم من الجمهور، وفي وعي من جماهيرنا كويس قوي اللي هم ما بينجروش في الفتن اللي بتحصل زي ما انت شايف كابتن عادل يا استاذ ابراهيم، اللي هم بيحاولوا يجروا جمهور النادي الاهلي، ولكن جمهور النادي الاهلي واعي جدا جدا
لان جمهور النادي الاهلي عنده يعني عازم ان هو يكون في ظهر ادارته وفي ظهر فرقه وفي ظهر الفريق الكوره في مشواره الافريقي ان شاء الله لغايه الحصول على البطوله، فما حدش بيخرج عن النص الحمد لله الفتره اللي فاتت، واحنا دايما بنناشد جماهيرنا بمحدش خروج عن النص والامتثال للوائح والقوانين زي الاداره، اداره النادي بتلجأ دايما للوائح وعندها ثقه كامله في القانون المصري، ثقه كامله في مؤسسات الدوله اللي هي بتنصر الحق دايما وبتنصر الاخلاق، فعشان كده بنقول لجماهيرنا يعني زي ما ادارتنا ماشيه في اتجاه الالتزام باللوائح والقوانين نفس القصه، جمهورنا بيلتزم في المدرجات بالتشجيع لفرقته فقط لا غير، ما بنتطرقش لاي خروج عن النص، وده عشان كده اللي شجع رئيس النادي دايما او وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي برضه من الناس المتحمسه جدا لعوده الجماهير، وخصوصا ان احنا داخلين على بطوله افريقيا باذن الله كاس الامم الافريقيه في مصر، فكل ده بيشجع اللي انت عوده الجمهور بالشكل المناسب والشكل الحقيقي فعلا، مش بنقول اصل هنودي اعضاء جمعيه عموميه او لا، احنا بنقول الجمهور الحقيقي اللي مكانه في المدرجات، الجمهور اللي بينام في الشارع عشان يشتري تذكره مباراه، الجمهور اللي بيبقى ورا فرقته في كل مكان، هو ده الجمهور الحقيقي للفرق اللي فعلا بيلهم حماس اللاعبين وبيحقق البطولات، فعشان كده كان في زياره امبارح في مشاورات بين رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واتفقوا اللي هيبقى فيه ان شاء الله الفتره اللي جايه بالتنسيق مع الجهات الامنيه، وخصوصا الفتره اللي فاتت فيها التزام، انت عندك بطوله عربيه شغاله في استاد القاهره، الجماهير النادي الاهلي بتخش بتساند فرقتها الكره الطايره السيدات، والحمد لله رب العالمين ان شاء الله ربنا يتمها بالخير، عندنا مباراه بكره ان شاء الله ببرج يوم السبت ان شاء الله ببرج العرب، التذاكر تكاد نفذت واحنا فاتحين منفذ اسكندريه بكره تاني لان تذاكر اسكندريه نفذت، فاحنا فاتحين اللي هم 10,000 تذكره استاذ العميد 12,000 تذكره وهنبعت لهم بكره اسكندريه برضه تاني 1000 تذكره لان تذاكر المخصصه لمنفذ اسكندريه خلصت، فهنبعت لهم بكره تاني، فالحمد لله رب العالمين 12,000 تذكره يعني على وشك النفاذ والمباراه يوم السبت ان شاء الله، فده جمهور النادي الاهلي الحقيقي، فعشان كده احنا بنسعى في كل اتجاه، رئيس النادي الاهلي بيسعى في كل اتجاه لعوده الجماهير بالشكل المناسب، وفي نفس الوقت على جماهيرنا طبعا الوعي الكامل اللي ما ينفقوش او يخرجوا عن النص، فيبقى في حجه تاني اللي احنا نمنع الجمهور. يعني احنا احوج ما يكون النادي الاهلي لجمهوره، وجمهور يجب انه يكمل على الوعي اللي هو ماشي بيه، ان ما حدش يعني ياخذ عليه اي ماخذ يحرمنا منه تاني، وباذن الله المباراه تكون تشهد سلوك جماهيري رائع بيقدمه جمهور الاهلي كالعاده كنموذج ورياده يعني. ان شاء الله باذن الله، وفي تعاون الحمد لله من الامن الاداري للنادي الاهلي هو اللي بيقابل الجمهور، وفي برضه تعاون يعني الحمد لله على مستوى عالي سواء من مديريه امن اسكندريه، بصراحه يعني الناس بتبذل مجهود فوق العاده عشان خاطر برضه بتساعد جماهيرنا وهي بتدخل مدرجاتنا، وفي الاول وفي الاخر عايزين نرجع برضه دايما الجمهور لازم في اولادنا لازم يبقى حاطين في دماغهم حاجه واحده فقط، اللي دايما احنا بنات الامن دايما اهم حاجه سلامه الجمهور يدخل المدرجات وبيخرج من المدرجات بالشكل اللائق، اهم حاجه المؤسسات الدوله لازم يكون لها احترام لان هو ده احنا بنمثل مصر كلنا النهارده، العيون كلها علينا، جمهور النادي الاهلي لازم يكون واعي لهذا الكلام، ما بنديش لفرصه لحد بيخش الناس اللي بتخش مندسه او بيحاول يخرج جمهور النادي الاهلي عن النطاق، لا خلينا ورا فرقتنا ان شاء الله وما ننطقش لاي حاجه خارجه عن اللوائح المنظمه. احنا بنثمن وندعم كل كلمه قلتها بكل المعاني اللي انت قلتها، لان مصلحتنا مصلحه مصر ومصلحه جماهيرنا مصلحه النادي الاهلي الالتزام بكل ما تفضلت بسرده، وباذن الله نقدم نموذج رائع يدعو الى تحقيق مبادره الكابتن محمود الخطيب اللي هو بيقول خلوا البطولات الافريقيه بكامل السعه وافتحوا لنا على الاقل 70% في الماتشات المحليه. ان شاء الله. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، ويمكن كلام عن ذكرى شهداء الاهلي من جماهيره مناسبه دافئه جدا لارسال هذه الرسائل المهمه. اللي حصل في بورسعيد من 7 سنين فاتوا مفترض يكون درس كبير جدا لكل الناس. اولا التأكيد على قيمة هذا الجمهور، لأنه الشباب دول وهم بيغنوا أنا يوم ما بطل أشجع أموت أكون ميت أكيد، سبحان الله يعني قالوها
والأقدار كتبتها، لكن كمان أرواحهم الطيبة الطاهرة المفترض تكون موجودة بترفرف على كل المدرجات، هم وبرضو الشباب اللي راح ضحية أحداث مباراة الزمالك وإنبي. أظن هذه الأرواح أستاذ إبراهيم بتحملنا مسؤولية كبيرة جدا. هي دي المسؤولية. دي اللي أنا أقصدها. الرسالة الأولى الجماهير مع بعضيها علاقتها كبيرة جدا، واللي الجمهورين بيعملوه مع بعض في العدد اللي بيسمح بدخوله في مباريات الناديين، تلاقي لو مباراة للزمالك أول ما تيجي الدقيقة 74 يقيدوا أنوار الأجهزة المحمول إحياء للحظة، وبرضو في نفس اللحظة يعملها جمهور النادي الأهلي عند الدقيقة 21 لشهداء جماهير نادي الزمالك. هذه الروح الطيبة اللي بترفرف دي جوهر الرياضة، جوهر الإنسانية، هي دي القيمة الحضارية الإنسانية المحترمة اللي لازم نتحرك منها. كفاية اللي حصل، أرواح كل هؤلاء الشباب تستصرخكم جميعا إن احنا يكون عندنا القدر الكافي من الوعي، من المسؤولية، من الأمانة على هذه الأرواح. قوات الشرطة اللي موجودة في المدرجات هدفها الأساسي إنه ده ما يحصلش تاني، هدفها الأساسي حماية كل هذه الأرواح بما فيها الجمهور نفسه. فلازم المسألة من كل الأطراف يكون بينها هذا التعاون المسؤول، إنه اللي حصل في بورسعيد وفي الدفاع الجوي يا رب ما يحصلش تاني. نكون حريصين إنه كل أسباب التوتر والاحتقان والمشاكل ما تبقاش موجودة، كل التصادمات اللي بتحصل والسلوكيات اللي ممكن تقود إلى كده ما تحصلش تاني، وإن الجمهور يرجع للمدرج. عارفين الكلام بتاع العميد محمد مرجان وهو بيقول انه مجلس إدارة النادي الأهلي لما كان معروض انه ياخد الساعة المسموح بيها لأعضاء الجمعية العمومية، فالكابتن محمود الخطيب وهو في الأصل نجم جماهيري، يعني أسطورته الكروية صنعتها أهات الجماهير، فعنده هذا الحس وهذا الإحساس بأهمية ودور وقيمة هذا الجمهور كعامل شريك في كل فوز. فأنتم متخيلين انه في مجلس منتخب، لو حد تاني كان ممكن ياخد كل التذاكر، ما دام الامن عايز ان ده يروح للجمعيه العموميه خلاص هيروح للجمعيه العموميه، على الاقل هي الجمعيه اللي بتصوت وهي اللي مجالس الادارات بتنشد دايما وابدا رضاها وودها. لكن انه مجلس الاداره يقول الجزء الاساسي يكون للجمهور مع التقدير الكامل لاعضاء النادي اعضاء الجمعيه العموميه، بس هي المساله للكل، مش بس لأعضاء الجمعية العمومية اللي معظمهم أو كلهم كمان جمهور، لأنه كلهم مشجعين، مفيش عضو في النادي هيروح الملعب إلا وهو محب للفرقة وداعم ليها. لكن أخصص الجزء الأكبر من التذاكر للجمهور غير أعضاء النادي، فده تقدير لدور هذا الجمهور وانطلاقا من إدراك مجلس الإدارة لأهمية وجود هذا العنصر الشريك معاه في كل المباريات. ده يحمل الجمهور مسؤولية أكبر، إن أنا لما ألاقي إدارة نادي عندها هذا الإحساس بقيمة هذا الجمهور، عندها هذا الاستعداد لتقديم هذه التسهيلات، لازم أشجع. عندها هذه المبادرة، والمبادرة جاية في توقيت شديد الأهمية وكثير الرسائل. كابتن خطيب لما يروح يقابل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويأكد على إنه نجاح كأس الأمم الأفريقية في يونيو اللي جاي إن شاء الله في مصر مسؤولية الجميع وتحتاج لتضافر كل الجهود. طب ده يحصل إزاي؟ مفيش نجاح لبطولة بدون جمهور. 2006 نجحت بشكل باهر ومبهر في مصر بفعل الجمهور. جمهور إيه ده؟ ده وطن. بالظبط. ده البيوت كلها كانت عايشة زي الحالة. يعني أنا بنتي أول مرة تروح كورة ماتش كورة في حياتها. كانت في 2006. 2006. فاحنا نلاقي عشان صورة 2006 ترجع تاني، وبالمناسبة صورة 2006 كان التمهيد ليها، لو الأرشيف كان موجود كنت هقول لكم راجعوا كل شكل مدرجات مباريات الأهلي مع دوري أبطال أفريقيا في 2005 و2006 لغاية بطولة الأمم الأفريقية، هتشوف إنه الأشكال الرائعة جدا في المدرجات بدأت في هذه الفترة، لأنه كان فيها رابطة محبي ومشجعي الأهلي اللي كان عملها عدد كبير من أعضاء النادي، كان بينهم الأستاذ خالد شاكر، بدأت في المدرجات في هذه الفترة، فأخذت شكل جذب للمدرجات جماهير
جديدة على المدرج، طلعت من دوري أبطال أفريقيا مع وهج الاحتفال ببطولات الأهلي وانتصاراته إلى كأس الأمم الأفريقية، لأن جمهور المنتخب هو جمهور كل الأندية. فأنا هدخل على كأس الأمم الأفريقية في يونيو اللي جاي اللي اتأجلت ل 21 يونيو بمدرجات فاضية، ولا ب 2000 و 5000 والكلام ده، ولا عايز المنظر ده يتكرر تاني بتاع 2006؟ عشان ده يتكرر تاني لازم استعد له من دلوقتي، لان انا مش هستورد جمهور من بره. اللي هيملى المدرجات عايزين كلنا جمهور الاهلي وجمهور الزمالك وجمهور الاسماعيلي والاتحاد، يعني كلنا ما هيش مساله نبعد عن الشخصنه في كل شيء، خلينا ندعم شويه المناخ العام للبلد والجماهيرنا والرغبتنا العارمه في انجاح البطوله والفوز بها وتقديم النموذج المشرف، فليكن هذا هو همنا، دي مسؤوليتنا. ما ينفعش يعني حتى لو حد زعلان من حد يأجلها، حتى لو حد عايز يرد حاجة يأجلها. أنا رأيي كده من هنا ورايح، إحنا يعني ينبغي إن إحنا نلتزم بمؤازرة القيم والوحدة والالتفاف حول مصر. فيكون التمهيد ليها، أنا عندي مباريات محلية، مبادرة كابتن الخطيب أو مجلس إدارة النادي للوزير، زود لي عدد المدرجات أو عدد الجمهور في المدرجات في المباريات المحلية عن 10,000 مشجع، ثم المباريات الأفريقية. وبالصدفة أنه اللي بيلعبوا في مكملين في البطولتين الأفريقيتين الأهلي والزمالك، فأدي لكل نادي حقه في أنه هو يجد ساعة كاملة من المدرجات. شريطة أنه هذه الجماهير تلتزم، تنضبط، تقدر مسؤوليتها، ورجال الأمن أيضا يقدروا دور هذا الجمهور وأهميته وانضباطه، وإدارات الأندية تتعاون مع كل الأطراف المسؤولة. ساعتها ندخل على الصيف بإذن الله على كأس الأمم وإحنا عندنا مدرجات كاملة العدد. كويس إن الأهلي والزمالك بشعبيتهم هم اللي مكملين بطولتي أفريقيا، وكويس إن الماتشات المحلية فرصة إنه الاتحاد يلاقي جمهوره معاه، المصري يلاقي جمهوره معاه، الإسماعيلي يلاقي جمهوره معاه، الأهلي والزمالك وبقية الأندية تلاقي جماهيرها معاه. كفاية تحرش، كفاية كل المحاولات. خاصة إن المستويات الكروية للناديين كويسة دلوقتي. يعني مفيش مبرر إن احنا نقعد، لو كل فريق استمتع بفرقته وبأدائه الدنيا هتبقى حلوة جدا. والأكثر صمودا فليحصل على اللقب، إيه المشكلة؟ نتمنى انه مبادره مجلس اداره الاهلي اللي قدمت للوزير الدكتور اشرف صبحي تلقى صداها وتلقى الاهتمام، لانه فعلا ده هيفرق كتير جدا في المنظومه الرياضيه عامه. مصر عشان تقدم صوره طبيعيه، وانا دايما ما بحبش جمله عايزين نقدم للناس نوريهم مصر، لا، مصر مش محتاجه في لقطه كوره تقدم نفسها للغير، لكنه عايزين نستعيد الحالة الطبيعية العادية بأمانة، خاصة بعد التربص اللي شايفينه من جهات خارجية كل القوى المعادية تحطنا في مناخ أو في صورة مش مظبوطة. بالظبط، لا، الكلام ده الرد عليه نكون نحن بالوعي بالنظام بالسلوك الرياضي، بداية من قياداتنا حتى جماهيرنا البسيطة اللي في الشوارع. وطبعا قبلها وبعدها وجنبها وفوقها وتحتها الإعلام، دي مسؤولية كبيرة جدا. لكن النادي الأهلي هو كمان محتاج جمهوره، وفي ذكرى شهدائه اللي بنترحم فيها محدش بينسى جمهور الأهلي، ومحدش بينسى تضحيات الجمهور سواء في الداخل أو في الخارج. الأشقاء الأعزاء في غزة اهتمامهم بتأبين ذكرى مشجعي النادي الأهلي وتفاعلهم معاها، يمكن الصديق العزيز أسامة عمر كاتب مقالة مهمة جدا وجاي كان بيتصور أمام النصب التذكاري للنادي الأهلي وبيكتب إنه دي الذكرى السابعة لشهداء النادي، وإنه الشهداء دايما لا يموتون. هي دي تضحيات جماهير الأهلي، وده إحساس جماهير الأهلي في كل مكان بجمهور الأهلي، لأنه لو عمل تظبيط، لا، تعالوا نتحاسب، تعالوا نتكلم بكل صراحة ووضوح واحترام واحترام، لأنه كل الأندية المتنافسة ليها كل التقدير والاحترام. في حقوق نتكلم على مين حقه إيه،
لكن انه يتم تصدير انطباع انه الاهلي بيتظبط له جدول، الاهلي بيتظبط له حكام، الاهلي بتتعمل له مسابقه، ادوا الدوري للاهلي ولعبوا ال 17 فرقه على دوري لوحده، شكاوي رايحه وشكاوي جايه وبيانات طالعه وبيانات نازله. لا، لو هدف كل ده تصدير انطباع انه الاهلي بيتجامل، الاهلي بيتظلم ظلم حقيقي ومحدش بيتكلم، والجمهور حاسس بهذا الظلم وحاسس بهذا الضغط والناس ساكته. لكن كمان بعد كل هذا التحامل وبعد كل هذه الممارسات يبقى الاهلي هو اللي بيتظبط له جدول وبتتظبط له حكام، المساله تحتاج مناقشه شديده الهدوء والرصانه والاحترام والصراحه. النهارده او من امبارح تابعنا يا باشمهندس بيانات صادره نادي بيراميدز المصري برئاسه الكابتن حسام البدري، ده حسب ما صدر وارسل للاتحاد الافريقي رساله للاتحاد الافريقي لكره القدم بسبب ازمته مع الاتحاد المصري. كانت الازمه نشبت، ولفت بيراميدز النظر في خطابه ان الاهلي والزمالك لم يستكملا مباريات الدور الاول بينما لعب هو 20 مباراه، مما يعطي انطباعا لعدم تكافؤ الفرص وانه سيؤثر على نزاهه الدوري المصري. ممكن يتوقف فين اللحظه؟ الاهلي والزمالك. الزمالك لعب اقل من بيراميد ماتشين، والاهلي لعب اقل من بيراميد. الزمالك عنده لعب 18 مباراه. ايوه. والاهلي 16 وبيراميدز 20. ما انا بقول كده. اربع ماتشات اقل من بيراميد الاهلي وماتشين اقل من بيراميد الزمالك. منها ماتشهم مع بعض. فبيراميد هنا يعني برضو يعني تصوير الامر، ها، انك انت تقول بيتكلم عليه، هو بيتكلم انا دلوقتي عايز كل الناس، لان الزمالك اللي ابتدى القصه دي من العداله ان الاهلي خلص ماتشاته المؤجله الاول قبل ما العب انا. على فكره دي مصلحه الاهلي، ليس من مصلحه الاهلي ان كل ما يعوض 3 بونت يروح الزمالك سابقه بنفس الخطوه. يعني انت عايز الدور الاولاني ينتهي ويتحط الجدول الحقيقي للدوري، خلاص فليكن، ليه لا، حاجه ما تزعلناش، بس تصوير الامر ان ده بيتم لمصلحه الاهلي هو ده اللي محتاج مناقشه، لان ده ضد مصلحه الاهلي تماما، لكن المبدا انا معاه. طيب، بيراميدز بعت جواب للاتحاد الافريقي اشتكى، نادي الزمالك اعلن التضامن، وفي الرابط فيما بين الاثنين الاهلي بيتجامل. وانا بقول لك ايه؟ والاهلي يعلن التضامن. ايه المشكله؟ ما نلعب كلنا ماتشات. طيب، المؤجله الاول. اعلن نادي الزمالك تضامنه مع مطلب بيراميدز برفض خوض اي مباريات في الدوري قبل استكمال الاهلي لمبارياته المؤجله. اللي منها؟ وقال رئيس الزمالك: سنلعب مباراه النجوم وبعدها متضامنون مع تركي الشيخ مالك بيراميدز، واضاف على الاهلي ان يلعب مباريات الدور الاول كلها مع مباراه الكاس في دور ال 16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباراه الدوري. هو الحقيقه فين؟ لا، الكاس بقى ملوش دعوه بالكاس خالص. الحقيقه انه الماتشين الوحيدين المؤجلين للاهلي عن الزمالك مباراه انبي والاهلي والزمالك. ده الدور الاول. ليه الزمالك اعلن انا هاخد موقف من بعد مباراه النجوم، هلعب مباراه النجوم وبعدها مش هلعب الا لما الاهلي يلعب عشان العب ماتش القمه؟ عارفين ليه؟ عشان تشوف الامور بتتقاس ازاي. لانه الزمالك بعد المباراه الاخيره يتوقف المباراه اللي جايه محمود كهربا وطارق حامد، الاثنين لاعبين اساسيين مهمين جدا في تشكيله الزمالك، فعشان كده المساله تتفصل كده، نلعب مباراه النجوم عشان نحرق الانذارات ديت عشان الاثنين يتوقفوا مباراه النجوم بدل ما يتوقفوا ماتش القمه، وبعديها نبدا ايه حركه النضال ضد التظبيط للاهلي. شوفوا المواقف المؤجله. لكن ما علينا، بيراميدز يقول انا مش هلعب الا لما الاهلي يلعب. طيب، هو الاهلي لعب قد ايه علشان بيراميدز يقول الاهلي؟ الاهلي كان في البطوله الافريقيه، كان في البطوله العربيه اللي اتفرضت اذ فجاه على الجدول المصري، ولغايه دلوقتي القائمين عليها ما حددوش حتى مواعيد الدور قبل النهائي والنهائي، مش موضوعنا. بس الفكره كلها فين؟ هو مش دي كلها حاجات اقحم الاهلي فيها؟
استمراره حتى نهائي دوري ابطال افريقيا كان مطلوب منه يلعب الدوري ويلعب في افريقيا. كلكم شفتوا حجم المعاناه اللي عاناها فريق الاهلي وهو بيلعب كل ثلاث ايام واحيانا اقل. ده انت خسرت في الثلاث بطولات الدوري وافريقيا وخرجت من البطوله العربيه في اسبوع. وبعدين هو بيراميدز ليه الكلام مباشره عن الاهلي؟ ليه ما اتكلمش على انه الزمالك ما لعبش ماتش الاسماعيلي؟ الزمالك المتصدر. ما هو البيان كاتب كده. لا بيتكلم على الاسماعيلي. بيقول لك الاهلي والاسماعيلي. الاهلي والزمالك تقصد. هو بيتكلم على الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك ليه ما لعبوش ماتش القمه؟ هو ورد الاهلي ليه ما لعبش الاهلي والزمالك مباراه القمه؟ طب وليه الزمالك ما لعبش ماتش الاسماعيلي؟ الاستاذ عامر حسين رئيس لجنه المسابقات رد واتحاد الكوره رد. قالوا كلام مهم جدا لكنه يمكن الكلام اللي انا قريته للمهندس عامر حسين. انت ليه حطيت 30 مارس؟ عنده 4 مباريات في الكونفدراليه في المجموعه بتاعته. شوفوا لي المواعيد بتاعت دوري الابطال والكونفدراليه وشوفوا هتتحط امتى. إذن هو ان الاهلي والزمالك يتحطوا في 30 مارس ما اعتقدش ان هي خدمه للاهلي. ولو كانت المساله اتاجلت لهم ماتشات ليناير عشان الصفقات الشتويه تلعب، طب ما الصفقات الشتويه لعبت مع كل الناس مش مع الاهلي بس. بس هو ليه بيراميدز المساله الاهلي والاهلي فقط؟ استوجب الامر انه يتقال اعملوا مسابقه للاهلي لوحده، ادوا للاهلي الدرع لوحده بعد كل اللي الاهلي عايشه وبعد كل الاصابات اللي حصل للاهلي وبعد كل الضغوط اللي بيتعرض لها فريق الاهلي يلاقي المساله بهذا الشكل من التفسير. الاتحاد المصري لقى نفسه متهم فسارع باصدار بيان امبارح الساعه 1 بالليل لانه حس انه بيتضغط عليه وبيتهم فيما لا يرتكبه. ده اتحاد الكره اتلام انه فتح القيد يوم الجمعه وفتح ابوابه بطريقه غير مالوفه عشان يسجل 2 لعيبه البيراميدز عشان يلعبوا مباراه الاهلي. ده اتحاد الكره اللي هو متهم، هم احرار. بس في النهايه طلعوا بيان عشان يقولوا الجمله المصريه التقليديه، واقفين على مسافه واحده. وقال الاتحاد المصري انه بيؤكد مجددا على تقديري لكافه الانديه المشاركه في مسابقته فضلا عن وقوفه منها جميعا على مسافه واحده فعلا وليس مجرد قول. وقال الاتحاد كما لا يخفى على احد أن مسابقة الدوري الممتاز الحالية تمر بموسم استثنائي نظرا لتغير مواعيد بطولات الاتحاد الأفريقي، ده فعلا، والحرص على المشاركة الفعالة للأندية المصرية في البطولات العربية، ده متغير محدش عايز يقف عنده. وهو الأمر الذي عرضه السيد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد على جميع الأندية المشاركة في الدوري قبل انطلاقه. واتفق الجميع على مواجهة التحدي الصعب من أجل أن تبقى مسابقة الدوري الممتاز بشكلها المعتاد من مجموعة واحدة. وسط جهد كبير من لجنة المسابقات ورئيسها الذي يحظى بثقة الاتحاد الكرة ويتمسك بالعمل متطوعا رغم أعباء المسؤولية. وبيقول اتحاد الكرة في بيانه إن الاتحاد وهو يقدر سعي جميع الأندية من أجل مصالحها فإنه في الوقت نفسه يسعى للمحافظة على مصلحة المسابقة أيضا مهما كان حجم الصعاب التي تواجهها ووفق نظامها المعمول به والملزم للجميع، وذلك انطلاقا من واقع مسؤولياته في إدارة مسابقاته وتبعياتها الخالصة له. كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على استمرار سياسته المعهودة بالانفتاح على الأندية كافة التي يعتبرها شركاء له ويهدف إلى الحفاظ على مصالحها جميعا راجيا أن يقدر الجميع معطيات الظروف الراهنة. ده اتحاد الكرة في الرد على ما صدر من اتهامات وما راجع من بيانات. طيب الاهلي مع الاتحاد، ما دمنا شفنا الاهلي يا باشمهندس هو المتهم انه الاتحاد بيجامله، طب هي طبيعه يا العلاقه يا سيدي؟ انا مش قادر افهم، هو انت لما اكون بلعب في بطولات متعدده ويتاجل لي ماتشات ايه المجامله؟ يعني مطلوب ان انا العب ماتشاتي في وقت مباراه افريقيا؟ في ايه المجامله؟ ده بالاهلي لم يضار غير بسبب الجدول المضغوط ده يا استاذ ابراهيم، والاصابات المتلاحقه هي خير دليل ان احنا حتى لما بيتعور عندنا لعيب بيفوت 4-5 ماتشات مهما كانت الاصابه بسيطه.
طيب ما دمنا اتكلمنا على حته مين لعب كام، هقول لكم ثلاث ارقام ببساطه عشان اي حد يتكلم ويعتقد ان الاهلي بيتجامل وان الاهلي بيتظبط له جدول يتقال له ثلاث ارقام واضحين جدا. هو من اول ما اتقال يا دوري السنه دي لغايه يومنا هذا كل فريق لعب كام مباراه، كام مباراه رسميه، لانه كمان المشاركه في البطولات الافريقيه كانت لازم والمشاركه في البطولات العربيه كانت واجب، والدوري اللي بدا وكاس مصر حتى الان يا باشمهندس. الاهلي بدا الموسم في 17/7/2018 لغايه المباراه الاخيره مع وادي دجله لعب في كل المشاركات الرسميه اللي فاتت من 17/7 لغايه اول امبارح 35 مباراه. الاهلي لعب 35 مباراه في 6 شهور، هذا الذي يتم تظبيط المسابقه ليه. الزمالك وشارك في الكونفدراليه في الادوار الاولى وخرج، وشارك ايضا زي الاهلي في البطوله العربيه وخرج عند نفس الحد، وكمل مع الاهلي في الدوري لغايه المباراه الاخيره ليه مع المقاصه. الزمالك بدا الدوري متاخر شويه عن الاهلي، الاهلي بدا 17 يوليو، الزمالك بدا 31 يوليو. يعني في 13 يوم كمان للزمالك بعد الاهلي، ومع هذا الزمالك لعب طوال هذه الفتره 29 مباراه. 29 مباراة، الأهلي لعب 35، الزمالك لعب 29. بيراميدز الطرف الثالث في المعادلة المصرية السنة دي بدأ الموسم فعليا في 3 أغسطس بلقاء إنبي في الدوري. بيراميدز اللي بيشايف إن الأهلي بيتظبط له جدول وبتتحط له مباريات على حسابه ويتعمل له دوري لوحده، لعب كم مباراة؟ الأهلي لعب 35، الزمالك لعب 29، بيراميدز لعب 21 مباراة. قولوا لي مين اللي يشتكي؟ اللي لعب في نفس الفترة 35 مباراة، شوفوا فيهم كام رحلة أفريقية، شوف فيهم كام سفرية أفريقية وعربية. هو ده أهم حاجة، هو ده أهم حاجة، السفر، شوفوا السفر عربي وأفريقي وأفريقيا بالذات، لأن ال 35 مباراة فيهم كام مباراة أفريقية؟ المباريات 21 مباراة لبيراميدز، بينها الثلاث مباريات فقط مش بره مصر، بره القاهرة. بالله عليكم، ثلاث مباريات فقط بره القاهرة من أصل 21 مباراة، وفرقة بتلعب 35 مباراة، لما بتلعب في مصر بتلعب في برج العرب وتلعب في السويس وتسافر في أفريقيا وترد على البطولة العربية في الجونة. والأهم من كل ده لعيبة المنتخبات، ده متغير تاني. بيراميدز يمثل اضافه للمسابقه لا شك، بس كمان الاهلي بكل لاعيبته سواء في المنتخب الاول او في المنتخب الاولمبي، يعني الدوري يقف عشان الناس تاخد نفسها، دول يروحوا المنتخب الاول ودول يروحوا المنتخب الاولمبي. 35 مباراه، 29 مباراه، 21 مباراه. فلما ابو 21 يفتكر ان ال 35 بيتظبط له، الكلام محتاج مراجعه، محتاج مراجعة بالأرقام وبالظروف، السفريات، المشاركات، التحديات، الإصابات، الضغوط، الجماهير، مش هنتكلم على الحوافز المادية وفروقاتها، لكنه على الأقل بالأرقام اديكم شايفين الثلاث أرقام. المسألة أتمنى أنه تكون واضحة قبل ما نوزع الاتهامات كده بالساهل، لأنه فعلا ده بيخلق جو من الاحتقان أو بينسج خيوط مظلومية ما هيش موجودة إلا إذا كان الهدف منها الضغط على الأهلي في اتجاه آخر. الأهلي في علاقته باتحاد الكورة مش خافي على حد حجم المعاناة اللي الأهلي بيعانيها مع الاتحاد. مش خافي على حد، إنه من أول ما اتقال يا دوري السنة دي والأهلي بعت خطاب يا باشمهندس لاتحاد الكورة في 3/9/2018، ما كناش كملنا شهرين أو شهر ونص على بداية الدوري. بيقول له على مستوى التحكيم في خطاب في 3/9/2018 افكر حضرتك بيه. يعني انا عايز اقول حاجه، ما احنا نفكر الناس بمضمون مش ضروري نقراه، لان الحقيقه كثر قراءه الاوراق بتخلي الجمهور ممكن ما ده كان بعد مباراه الانتاج الحربي، ايوه، والاهلي طالب اللي كان فيها يعني اخطاء تحكيميه فجه، ورغم هذا الاهلي بعت وقال لهم فردوا عليه هنستخدم الفار،
مجموعه من الوعود. هقول لك المطالب والرد عليها ايه. الاهلي قال اجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراه واستبيان الحقيقه واتخاذ الاجراءات الرادعه لمنع تكرار هذه الاخطاء التي تهدد المسابقه. قال اعاده النظر في مشاركه مثل هؤلاء الحكام في اداره المباريات القادمه لتحقيق مبدا تكافؤ الفرص والمنافسه الشريفه بين الانديه. قال ان يتحمل اتحاد الكره مسؤولياته في تطوير منظومه التحكيم باستخدام احدث الوسائل التكنولوجيا وتطبيق تقنيه الفار لمواكبه الكره العالميه. تطبيق مبدا قواعد اللعب النظيف الذي اقره الاتحاد المصري لكره القدم او الاتحاد الدولي لكره القدم لحمايه المسابقه ونزاهتها. ده الكلام اللي قاله النادي الاهلي في خطاب رسمي موجه للمدير التنفيذي لاتحاد الكره. اكتر منه الرد بتاع في 3/9 رد العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي في خطاب الى العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. رد سريعا في 4/10/2018 يعني الاهلي بعت له في 3/9 في 4/10 رد بعد شهر كامل. مش مشكله ان تاتي متاخرا خير من الا تاتي. رد قال اشاره الى خطاب سيادتكم الذي اشرتم فيه الى الاحداث التي جرت في مباراه الاهلي والانتاج الحربي خاصه الامور التحكيميه، وردا على خطابكم نتشرف بان نوضح لسيادتكم ما يلي: ان الاتحاد حريص كل الحرص على انتظام مسابقاته و و و و و دي عند النقطه المهمه. ايوه ان الاتحاد منذ بدايه كل موسم وعلى فترات يقوم بعمل معسكرات تثقيفيه للساده الحكام من اجل رفع مستواهم. حلو قوي. طيب والطلب اللي انا قلت لك عليه؟ انا قلت لك العالم كله عامل الفار ومواكبه الكره العالميه مساله مهمه. قال ممكن نقف بس ثروت سويلم قبل ما نسترسل في الرد ده، لان الحكومه بياخدونا دايما في سكه ان احنا بنثقف الحكام وحكامنا افضل حكام. لم يتهم احد الحكام المصريين بالجهل. ما تفهمنيش ان ازمه التحكيم المصري عدم الدرايه وعدم المعرفه. مش فنيه. هي الفنيه يعني انه مش مذاكر كويس. ومش متابع كويس ومش بيطور نفسه. الثلاثة دول أنا متأكد إنهم بيحصلوا، لكن ممكن ما يكونش على القدر الكافي من اللياقة البدنية اللي تساعده في المباراة. واللياقة الذهنية. ما هو البدنية بتأثر على اللياقة الذهنية. لكن كمان من غير ما نزعل يعني. الضغوط والتوجيهات. مؤكد إنه متأثر بحاجات أخرى خارج الملعب، وأنا لما بقول هذا الكلام الناس بتناقشوا باستغراب وهم فاهمين ان هو صح. لان مش معقول ان في حكم في مباراه واحده يحسب دي ضربه جزاء وفوت دي اختها لفريق المنافس، او دي تسلل وفوت اختها، او الحكم الخامس يفهمنا انه متحفز او حاطط ايديه على ركبه وباصص كده ومشارك في اللعبه وبعدين كانه ما شافش حاجه وما بيتكلمش. الحاجات الفجه دي لا ليها دعوه بالثقافه، ولا ليها دعوه بالدرايه، ولا ليها دعوه بالمعرفه. ليها دعوه بالاراده. اراده ان يحسب ما يراه. والاراده دي بقى ما تدخليش في سكه اتهامات. انت ابحث الاراده دي سببها ايه. لكن مش دوري ان انا ابحث. والعالم كله بيبحث. ما بياخدش الامور. اشرف ناس. ابحث. على راسنا من فوق. ابحث. ايه اللي يديرك؟ اهو مثلا انه الراجل ده الراجل حط الصفاره في بوقه، الراجل ودى ظهره ومشي والتاني هيلعب والراجل اللي رقص بص ده بيطمن ان الحمد لله الهجمه باظت. بص ده اللقطه المستفزه اللي بعديها الاهلي بعت هذا الخطاب. طب لما ردوا عليه اتحاد الكوره العميد ثروت سويلم قال خدوا بالكم من التاريخ. لا استنى بقى، الماتش ده الاهلي فقد فيه نقطتين. الله بالشكل اللي انتوا شفتوه في 4/10/2018 قال اتحاد الكوره للنادي الاهلي في خطاب رسمي وسيتم تطبيق تقنيه الفار. شايفين الجواب قدامكم. امتى يا مولانا؟ سيتم التطبيق اعتبارا من 1/1/2019 بعد اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه، ويتم بصفه دائمه تطبيق مبدا قواعد اللعب النظيف. اتحاد الكوره قال في خطاب رسمي للنادي الاهلي يوم 4/10 ردا على الجواب بتاع 3/9 1/1/2019 هل هنبدا ممكن نكمل بكره 1/2
بكره ممكن اسالك سؤال خد شهر كامل سؤال مجازي بس فني جدا والله هو انت لما تبعت لي جواب وتقول لي انا هطبق تقنيه البار من واحد واحد وتيجي مباراه ما تطبقش ما وعدت بيه يحق للانديه عدم اللعب؟ لا طبعا ليه؟ لازم نتوقف واقول لك فين القرار ايوه يحق للانديه عدم اللعب طبعا يعني انت لما تيجي تقول لي انت الاتحاد اللي بتقول لي انت اللي بتضع شروط المسابقه انا تذكر الكابتن صالح سليم لما في سنه من السنوات قبل انطلاق المسابقه لما اصر على عدم اللعب الا اذا اتعمل اجتماع للانديه ايام الدكتور الجنزوري ايوه عشان يتحط النظام المسابقه بشكل محدد ما فيهوش كلام عبارات هلاميه زي ايه يبحث في حينه وطبقا للظروف وحسب المتاح كان الكلام ده يبعت لك جواب في هذا الكلام والاستدعاءات للمنتخب تبقى متنظمه بايام محدده وفراغات محدده والكابتن صالح قال مش هلعب الا لما ما نتفق لان العقد اللي بيني وبينك في النظام الاساسي اللي تبعته لي اول السنه عشان احاسبك عليه هتنفذ منه ايه واتعمل هذا الاجتماع واتحطت نقط كتير على الحروف لكن هو موسم انتهى بعد كده لم يلتزم احد بشيء ده بستحضره انا دلوقتي هو اتحاد الكره ليه ما بيعملش هذا الكلام الانديه كلها تجتمع وتقر نظام او تحاط علما وتقر بالنظام اللي هيطبق عليها وكلنا نحاسب بعض على اساسه هو فين المشكله هنا طيب 3 أو 14 اتحاد الكره قال 1-1 الأهلي استنى قرب يخلص يناير يوم 29 يناير الأهلي فات شهر على 1-1 فبعت جواب لاتحاد الكورة واحنا هنا بنعرض الخطابات الرسمية يعني مش الكلام لا اجتهادي ولا نوع من التجني على حد احنا بنعرض خطاب رسمي في نادي بعت لك جواب انت رديت عليه فين الالتزام بهذه المخاطبات الرسمية رد النادي الاهلي او بعت الاهلي لاتحاد الكره بعد شهر قال له يوم 29 يناير لقد تلقينا خطابكم في 4/10/2018 وجاء فيه حرصكم على انتظام المسابقات الكرويه وتحقيق العداله والشفافيه في جميع المباريات وجاء ايضا ان اتحادكم الموقر اتفق مع الشركه الراعيه على استخدام احدث الوسائل التكنولوجيه وتطبيق تقنيه الفار لمواكبه الكره العالميه ابتداء من 1/1/2019 وذلك ردا على طلبنا الوارد إليكم في تاريخ 3/9 بعد الأخطاء التحكيمية التي أثرت على نتائج المباريات بشكل مباشر لذا برجاء الإفادة عن أسباب عدم تطبيق تقنية الفار حتى الآن خاصة وأن الأخطاء التحكيمية بدأت تلقي بظلالها من جديد في وقت تحتاج فيه المسابقة إلى العدالة الكاملة لضمان نجاحها كما نود إخطاركم بطلب النادي الأهلي باستخدام حكام من أوروبا أصحاب سيرة ذاتية ناصعة في البطولات القارية والعالمية لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز وكذا مباراة الأهلي والزمالك في نفس المسابقة استنادا إلى خطابكم رقم 3940 الوارد بتاريخ 2/10/2018 الذي تضمن قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بالموافقة على رغبة أي نادي بطلب تعيين حكام أجانب أو عرب بشرط أن يكون ذلك قبل أي مباراة بعشرة أيام ده خطاب النادي الاهلي انتوا بتقولوا قبلها بعشر ايام انا بعت لك قبلها بشهرين اقول لك عشان بيراميدز بيشتكي ان الاهلي الحكام بتجامله والزمالك بيتضامن مع بيراميدز في نفس الاتجاه او في نفس القول لا يا سيدي ده الاهلي هو اللي عايز حكام اجانب لمباراته معاكم مع ممكن بسرعه بقى عشان الناس تفهم انت يعني يشتم من ما يحدث على الساحه دلوقتي انه عايز يتقال ان التحكيم بيجامل الاهلي كويس والاتحاد بيجامل الاهلي في معمول لنا هنا من فريق الاعداد طبعا انت ورا القصه دي مجموعه من اللقطات اللي بتبين حجم الاهداف الملغاه وضربات الجزاء الغير محتسبه والضربات المحتسبه على الاهلي والعكس صحيح للمنافس هجي لك لهذه الجوله المهمه جدا لكن ختاما للمخاطبات الاهلي بعت قال لهم انتوا ما عملتوش ليه بس كمان اتحاد الكره المتهم
بانه بيظبط للاهلي هو اتحاد الكوره اللي النادي الاهلي بعت له في 23 يناير المنقضي او الجاري بعد ساعات يخلص، بيقول له على اللي حصل للاهلي مع الترجي التونسي، بيقول له على المعاناه اللي الاهلي عاناها في دوري ابطال افريقيا في المباراه النهائيه، بيقول له على الجامعه التونسيه او اتحاد الكره التونسيه اللي عملته مع الترجي والمسؤولين النافذين التوانسه في الكاف، ازاي قدروا يستصدروا قرارات من بعد مباراه برج العرب بساعات. ارباكيه الاهلي مش عايزه مناقشه. وليد ازارو وضد النادي الاهلي وكارتيرون والقت بظلالها على مباراه العوده اللي فيها يتضرب هشام محمد ويتفتح دماغه ويتخيط قدام كل الناس، ويطلع القرار بعديها بشهرين، يطلع العقاب بتاع الترجي على احداث مباراه، يعني مباراه البرج العرب تطلع العقوبات بعدها بساعات، مباراه تونس تطلع بعدها بشهرين، ويتقال اصل اتحاد الكوره بيساند الاهلي. لا، والقرارات لما استفاد منها الاهلي اللي اتخذت بعقوبه ده، انت بالعكس، ده انت كفايه الترجي كان في قرار ضده مدرج من المدرجات اترفع العقوبه، رجعت له جمهوره. خلينا بقى في الايه؟ اذا لما حد يتكلم على التظبيط نفتكر الثلاث ارقام، 35 مباراه للاهلي، 29 للزمالك، 21 لبيراميدز. شوفوا لو حد عايز يقنعنا ان ويتخلل ال 35 كم صفره داخل مصر وخارج مصر وافريقيا. اللي عايز يقنعنا ان ال 35 اصغر من ال 21 ممكن نصدقه. لو مش هنصدق قيسوها وشوفوها وشوفوا التظبيط رايح فين. لكن على صدى التحكيم ومستوى التحكيم مهندس عدلي ما بقدرش اخر له طلب. البعض طلع قال الاهلي بيستفيد اكتر في مجاملته من الحكام. واحده واحده بالهداوه. الاهلي بيلعب مع الاسماعيلي في مستهل الدوري القمه الثانيه. نشوف سليف كوليبالي وهو بيطلع فوق اهو، ادي كوليبالي. لا ده جون، ده جون المصري كوفي. أوكي. ادي الاثنين مع بعض نفس الشكل، جون للمصري يتحسب في نفس اليوم او نفس الاسبوع عشان نتكلم على المعايير. هو دي اول بطولة يروح له، يطلع والراجل كارتيرون يفتح ايديه ويديه عشان يروح فيه ايه. اي اول بطولة اهو، ده طلع وده طلع، ويضيع اول بنطين من الاهلي. هذا الذي يتم التظبيط ليه على مستوى التحكيم. طيب كارثه الانتاج، ادي نقطتين في مباراه الاسماعيلي، مباراه الاهلي والانتاج الحربي. ما اعتقدش انه في حد حتى لو ملوش عينين ممكن يختلف عن المسرحيه الهزليه بتاعه ضربه الجزاء اللي هتفضل شاهده ابدا. ابراهيم نور الدين هو بطل معظم الاحداث. مين اللي بيتم اللي ليك واللي لغيرك؟ شوفوا ضربه الجزاء للانتاج الحربي، مش تعليقنا، تعقيب وتحليل الكابتن احمد الشناوي في اون سبورت وقتها. ضربه جزاء واضحه لم تحتسب، وفي نفس المباراه، في نفس المباراه في هدف ملغي، هدف الغي للاهلي ايضا من تسلل وهمي في نفس المباراه. طب المباراه دي انتهت بايه؟ التعادل. ادي كمان 2 بونت. نشوف الهدف اللي اتلغى وراي الكابتن الشناوي فيه. خطأين من نفس الحكم، مش ممكن، مش ممكن انهم مش باينين انها هدف ضربه جزاء صحيحه وهدف صحيح لنفس الحكم ابراهيم نور الدين. مش يعني ممكن. يعني وراح نقطتين كمان، ادي 4 نقاط. نقطتين مع الاسماعيلي، نقطتين مع الانتاج الحربي. ادي 4 نقط. طيب الاهلي مع بيراميدز نفسه بقى، ما دام متهمين بالتظبيط نظبط المساله. الاهلي مع بيراميدز نشوف مش راينا برضو. هدف او ضربه جزاء غير محتسبه للاهلي قدام بيراميدز براي الكابتن احمد الشناوي مش راينا.
يعني مش خطا ولا اثنين ولا ثلاثه استاذ ابراهيم، كبشه اخطاء. ده الكابتن شناوي قال لك ايه؟ خاف انه يحدق. ده في الاخر ده احساس الكابتن شناوي. لانه لا احتسب الهجمه الواعده ولا طرد اللاعب، يحسب التاتش بول بتاع ده تعمد بلعب علي جابر يطرده. فما فيها طرد وفيها انفراد كان. ولا احتسب انذارات ولا واحتسب وكيل. تمثيل على لعيب معمول عليه فاول، وبعدين الطامه الكبرى ضربه جزاء واضحه لم تحتسب في مباراه انتهت بهزيمه النادي الاهلي. ادي كمان ايه؟ بونت، نقطه ضاع. والاهلي بيتظبط، خمس نقط ضاعت بسبب اخطاء تحكيميه مش راينا، راي خبراء التحكيم. نقطتين في قدام الاسماعيلي، نقطتين قدام الانتاج الحربي، ثم هزيمه من بيراميدز كان ممكن تبقى تعادل لو ضربه الجزاء الشرعيه اتحسبت. الاهلي ضاعت منه نقطه، شفتوا خمس نقط للاهلي. طيب تعال نشوف المتهم والمتضامن بقى، ما دام ايه هنفتح الكشف. الزمالك ومجاملاته التحكيميه. الزمالك ممكن يدار في بعض القرارات عشان تبقى المساله فيها قدر من الموضوعيه، بس الضرر اللي ما بيأثرش على نتيجه مباراه، يعني يبقى كسبان 2-0 فما يتحسبلوش ضربه جزاء او يتلغي عليه اوفسايد، فبالتالي ما اثرتش على النتيجه. لكنه فيما يخص النتيجه نفسها نشوف الاخطاء اللي اثرت بشكل مباشر على نتيجه مباراه. الزمالك ضربه جزاء غير صحيحه له امام الاتحاد، النتيجه 5-1 غير صحيحه للزمالك قدام الاتحاد. كانت النتيجه كام؟ النتيجه النهائيه 5-1. ايوه النهائيه، انت بتفك لي الماتش. ياسر عبد الرؤوف في القناه الاولى نشوف رايه فيها. يعني ضربه جزاء غير صحيحه للزمالك قدام الاتحاد، بس النتيجه 5-1 ايا كان النتيجه وقتها. خلاص انا بقول لكم ممكن خطا يحصل، بس اللي جاي دي بقى صارت على النتيجه. انما لما تبقى كان في وقتها النتيجه 2-0 فبالتالي ما اقدرش اقول ان الزمالك اتجامل لانه النتيجه 2-0 ما علينا. لكن لما يبقى قدام المقاصه هدف غير صحيح للزمالك عشان يكسب المباراه 1-0، ده تاثير مباشر ولا مش مباشر؟ لمن يتهم ومن يتضامن؟ نشوف. طيب ضربه جزاء اهي امام المقاصه غير صحيحه، يا تسلل لو كان مشترك، يا ضربه جزاء وهميه، نقطتين هنعتبر، مش هنقول ثلاثه، نقطتين، لان النتيجه 1-0 كان ممكن تخلص 0-0. بس اللي بعديها برضه على فكره كشف الحساب ده فيه 8 نقط للزمالك خدهم باخطاء تحكيميه، 8 نقط لو مشينا واحده واحده. وزي ما بقول لكم لما يكون الزمالك والاتحاد ما فهمش ماتش الاتحاد وما فهمش ماتش انبي 4-1 بالظبط، لان دي نتائج كبيره. لكن في انبي 4-1 ضربه الجزاء اللي فكت الماتش كانت النتيجه 0-0 بالظبط. الاقي النتيجه في انبي فعلا النتيجه 0-0 ووقت ما التعادل موجود ضربه جزاء صحيحه الانبي ما اتحسبتش، راي الكابتن الشناوي فيها. وفي نفس المباراه يا استاذ ابراهيم، مش بس ضرب جزاء الانبي لم تحتسب والنتيجه 0-0، ده في جون كمان من التسلل احتسب للزمالك. صحيح. طيب الزمالك والمقاولين، ضربه جزاء غير محتسبه لذئاب الجبل، كانت النتيجه 2-1 للزمالك. النتيجه 2-1 ضربه جزاء للمقاولين ما اتحسبتش، نشوف راي الكابتن الشناوي فيها كان ايه. هذه كمان ضربة جزاء أمام المقاولون العرب لم تحتسب والنتيجة 2-1، فهذه كمان إيه؟ بنطين، 2 المقاصة 2 المقاولين. طيب المشكلة أن يتكرر الأمر، ها؟ بس المرة دي أمام وادي دجلة في الدقيقة 83، دي ضربات جزاء لم تحتسب للمنافس للزمالك، ده غير اللي اتحسب للزمالك وجاي برضه نشوف. تصور دي هذه لم تحتسب، هذه الكرة لم تحتسب، راجل شايط واحد في وشه وفي صدره لم تحتسب. ادي كمان ايه؟ ايه؟
النتيجة كانت 4-2 للزمالك. 4-2 بس الجون بيغير في سياق المباراة. بقول لك مش هنحسب يعني يعني حتى وان كان ده طيب تأثير محتمل لكن مش هنحسبه. تعالى بقى في ضربات الجزاء الغير صحيحة اللي خدها الزمالك امام حرس الحدود ودي 2-1. النتيجة 2-1 للزمالك يعني استفادة مباشرة. نفكركم بيها ونشوف رأي الكابتن ياسر عبد الرؤوف في صدى البلد. بس طارق سامي يا استاذ ابراهيم ما يقدرش يفوت دي لانه في امام طنطا الموسم الماضي اعتقد هو يا جماعه اللي حكم الماتش. طيب حسب ضربه جزاء للزمالك مشكوك فيها تماما، يا ريتنا لو كنا افتكرنا كنا جبناها، ولم يحتسب لطنطا في نفس المباراه 3 ضربات جزاء ولا اوضح. طيب على فكره ضربه الجزاء دي كان الزمالك مغلوب في الدقيقه 80 3 نقاط. الزمالك كان خسران قدام حرس الحدود بهدف، ضربة الجزاء كان التعادل ممكن يحصل في الدقيقة 80، بعدها الزمالك سجل الفوز في الدقيقة 91. احنا بنحسب لكم التأثيرات أو الأخطاء المباشرة اللي أثرت على النتيجة، حتى الماتشات اللي فيها الفوز كان للزمالك كبير ظلم أو اتظلم اتحسب له بنخرجها من الحسبة بنشيلها من الحسبة، لكن ياخد نقطتين مع المقصة، ياخد نقطتين مع المقاولين، ياخد نقطتين مع الحرس، ياخد نقطتين كمان مع الداخلية بهدف جزاء بهدف غير صحيح للزمالك قدام الداخلية عشان النتيجة تبقى 2-1. ونشوف رأي الشناوي. رغم استماتة الكابتن أيمن يونس يقول ده محمود صبحي اللي غلط، وقعت من ايده وحاول يصد يجيبها فمحمود علاء وهو بيجري خبطه. يعني ايه يعني ايه مش عايز يحاول يجيبها؟ انما اصطدام محمود علاء بيه ودى الكره الكهرباء، واخد بالك؟ اللي كهرباء بالمناسبه ما كانش متاخر، كان ممكن يبقى اوفسايد كمان لو انت ده جون كان في الدقيقه 89. ايوه يعني عشان يفوز الزمالك على الداخليه 2-1 ويكمل الثمانيه الحلوين. الثمانيه الحلوين 2 مع المقصه، 2 مع المقاولين، 2 مع الحرس، 2 مع الداخليه بشهاده شهود مش رأينا الشخصي، في كل واقعة منكم منهم جبنا لكم شهادة الشهود من بالإضافة إلى ضربة جزاء أمبابي تروجيت، بس الماتش خلص 2-0 برضو اتحسبت له ضربة جزاء غير كل صحيح. كل ده فكة ضربات الجزاء والأهداف في المباريات اللي الزمالك كسبها أو نتائجها ما كانتش مؤثرة ما وقفناش عندها. إحنا اتكلمنا على التأثير المباشر على النتيجة. 13 بونت لا بشكل مباشر، 5 للاهلي و8 للزمالك. الاهلي اتظلم في 5، الزمالك اضيف ليه 8، يعني ال 45 بتوع الزمالك دلوقتي اللي بيتصدر بيهم لو هنتحاسب بهذا الشكل يبقى الزمالك عنده 37 نقطه. قولوا لي رايكم في الارقام ايه؟ الاهلي يتهم انه بيتظبط له جدول، فنجيب نفتح الكتاب نلاقي الاهلي لعب 35 مباراه، الزمالك لعب 29 مباراة، بيراميدز لعب 21 مباراة. شوفوا اللي عايزين يقنعونا ان ال 21 اكبر من ال 35 بكل ما في موسم الاهلي من سفر وبطولة افريقية وترحال وبطولة عربية ومنتخبات، دي نقطة مهمة جدا، وسفر داخلي في ان انا بلعب في برج العرب. بعد كل ده التحكيم بهذا الشكل، الاهلي يتظلم في 5 نقاط منهم تعادل على الاقل كان يستحقه مع بيراميدز اللي بيشتكي، ومنه الزمالك ياخد 8 نقاط اللي بيتضامن. عشان كده لما قلنا لكم لو هنتكلم على التظبيط نفتح الورق، واعتقد شفت الورق بهذا الشكل القاطع التام. شوارب بيلح عليا في فيديو لضربه جزاء للزمالك كمان بتروجيت غير مؤثره لانه الزمالك كسبان 2-0. شأنه كل المباريات اللي احنا ما رضيناش نحاسب عليها لانه نتائجها مش مؤثره بشكل مباشر. بص يا استاذ ابراهيم، هداف الدوري دلوقتي لعب 10 ضربات جزاء. من اصل 12 ضربه جزاء احتسب للزمالك في مبارياته. يعني الزمالك لعب 18 مباراه احتسب له 12 ضربة جزاء ولم يحتسب ضده 4 ضربات جزاء. شفنا الحساب التحكيمي وشفنا حساب عدد المباريات وحجم الجهد والتعب والمعاناة
وشفنا الخطابات وازاي الاهلي طلب تقنيه الفار وازاي اتحاد الكره التزم انه هينفذها في 1-1، بس كان كلام الليل زي الزبده، طلعت عليه الشمس ساح والناس نسيت التزاماتها، فقط نسي افتكرت تتضامن والدين وتتكلم كلام كتير. بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم شويه، نص ساعه اضافيه لحجم المحتوى اللي نامل ان احنا ننجز الكتير منه، لكن الاهلي والوادي والكلام الفاضي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين معاكم في وقت اضافي علشان نحاول ننجز بعض من المحتوى المهم، لانه كمان مرتبط بمباريات مهمه، سواء مباراه الاهلي وسيمبا يوم السبت او مباراه الاهلي والوادي او غلق باب القيد الساعه 12 دلوقتي، اغلق باب القيد الشتوي في كل الدول، السيستم الدولي في الانتقالات الان في مصر بيغلق الباب. يمكن الميركاتو الشتوي شفتوا الاهلي انجز صفقات مهمه جدا، اعادت الكثير من القوه والشدة للفريق بهذا الشكل اللي فيه، بالإضافة يمكن في تدعيمات أخرى في الظل ما حدش واخد باله منها، لكن هي تعاقدات بحسابات المستقبل. الأهلي في الأيام الأخيرة عمل بعض التدعيمات للمستقبل بشكل جيد جدا للاعبين 16 و17 و18 و19 سنة، هتشوفوهم في الفترات اللي جاية إن شاء الله. مهندس عدلي قبل الهوا كان قال لي إن هو في مولات كتير مبشرين قوي، احمد الشامي من شبين الكوم، وسيد محمود من الداخليه، وحسام ياسين من بترول اسيوط، وسمير محمد من طنطا، واحمد حسين من نبرو، وعبد الله نبيه من نادي الاعلاميين. تدعيمات بما انك ذكرت لازم ان اشيد بقطاع الناشئين والمجهود الذي بذل، خاصه من لجنه التقييم الكابتن محمود صالح ومعاه كابتن ناجي خليل ومعاه كابتن حمدي ابو راضي لا ومعاه حد مهم تاني هفتكره لازم اديله حقه اخر، مجهود جبار، ودول اللي لحقنا في تاني اتنين لعيبه كمان مميزين جدا 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 هيجي لهم دور برضو لانهم صغيرين في السن. لكن لازم كمان اذكر امير توفيق بكل الخير، مجهود جبار خلال 48 ساعة اللي فاتوا، كان يسابق الزمن للإجراءات. الإجراءات عبارة عن إيه؟ شيكات بتطلع واستغناءات بتيجي، أولياء أمور بتمضي واستغناءات بتوصل وعقود بتتكتب، وقبليها طبعا يسبقها مفاوضات. كنا عاملين كده يعني مجموعة تدير هذه المفاوضات، وكان الكابتن الخطيب في اخر 3 ايام بيتابع معانا لحظه بلحظه. يعني يمكن ناس كتير تقول لك الناشئين، ايوه، لانه دول عماد المستقبل. واحنا النهارده انا قلت هذا الكلام قبل كده، اذا كنا صرفنا هذا المبلغ الكبير في الميركاتو ده عشان نقدر بعد كده نتحمل ان احنا نخرج ناشئين مميزين. واظن كلنا سمعنا خبر دم العربي بدر اللي هو ده هاف ديفندر لعيب 2000 اظن واعد لعيب تذكروه ضموه للفريق الاول دي باكوره، واعرنا كذا لاعب مميز جدا من الانتقالات اللي قبل كده، الجزار مش عارف لحقنا النهارده يخرج احمد حاتم للنجوم ولا لا، لكن كمان احمد حمدي خرج، وامير واحمد ياسر ريان خرج، واحمد ياسر ريان خرج، يعني مجموعه كبيره من. وعايز كمان بالمناسبه عشان كل حاجه بتيجي في ذكرها، مصطفى احمد شوبير حارس المرمى، الحقيقه يمكن اللي انا عرفته انه جاله 4 عروض للعب في الدوري الممتاز مع الفريق الاول، جاله عرض اعتقد من سموحه وعرض من وادي دجله وفي ناديين تاني في الدوري الممتاز، لكنه مصطفى شوبير سيرا على طريق احمد شوبير، لانه احمد شوبير الحقيقه تتفق معاه في راي، تختلف معاه في قضيه، لكن لابد ان انت تحترم اهلاويته جدا وغيرته على الاهلي جدا. مصطفى شوبير ومكانته كحارس مرمى كمان مضى عقد من غير ما يتكلم ولا يقول لا المده ايه ولا ايه، لما جات له العروض قال لو الاهلي محتاجني هفضل،
ففضل البقاء في الاهلي لدعم صفوف حراسه المرمى. عايز اقول حاجه ان هو يطلع يلعب في الفريق. عايز اقول حاجه هنا، فلابد ان هو يذكر بكل التأكيد. ممكن حد يقول لك ما كان بيجامل عشان يبقى مع الفريق الاول. لما كارتيرون يرفض اعارته ولما لاسارتي يرفض اعارته، شوارب عايز يفكرنا بموهبه مصطفى شوبير الحقيقه. لما الاثنين مدربين اجانب بالقياس ومعاهم المدربين المصريين يشيدوا باللاعب ويرفضوا اعارته، ما يبقاش في مجامله لحد هنا. طبعا طبعا. طيب الاهلي والوادي والكلام الفاضي. الاهلي بعد فوزه على المقصه بعد العرض الكبير اللي ظهر بيه دخل مباراه وادي دجله، الكل بيترقب ماذا سيفعل لاسارتي مع امام وادي دجله. يحقق الاهلي فوز مهم على الوادي بهدفين علشان يرفع رصيده ل 33 نقطه، يكون في المركز الثالث خلف الزمالك المتصدر ب 45 نقطه. 45 نقطه ما حسب ما شلناش الثمانيه. وبالمناسبه انت كنت عايز تعلق على عدد المباريات. يعني من ال 35 مباراه يا استاذ ابراهيم اللي لعبهم الاهلي، لو كان لعب كل مؤجلاته كان لعب كام؟ 39 مباراه في 175 يوم. مش كانش هيبقوا 35، يعني هم مش موافقين على ال 35، كانوا عايزين ان الاهلي يلعب 39 مباراه والزمالك يطلع عينه وخلاص. والزمالك يلعب 29 مباراه، يعني الاهلي يلعب اكتر منه 10 مباريات في خلال فتره اقل من خمس شهور. لان بيتخللها ايضا توقفات للمنتخب مش اقل من شهر. ايوه. منهم 16 مباراه في البطوله الافريقيه والعربيه. 8 بره و8 في ملعبك. الثمان مباريات اللي بره 6 في افريقيا مسافات واثنين في البطوله العربيه، واحده في لبنان واحده في الامارات. يعني سافرت 8 ماتشات منهم 6 مباريات افريقيه خلال هذه المباريات اللي الناس كانت عايزه تشوف انه من العدل ان يلعب الاهلي اكتر من الزمالك ب 10 مباريات واكتر من بيراميد بحوالي 18 مباراه. 6 سفريات. 6 سفريات. تخيل 8 6 سفريات افريقيه واثنين عربي. 8 سفريات. 8 سفريات. بالله عليكم لما حد يطلع يتهم الاهلي وتسمعوا الكلام اللي بيتقال توصفوه بايه؟ لما يكون بالورقه والقلم الاهلي يلعب 35 مباراه فيهم 9 سفريات. 8 سفريات. 8 سفريات، 6 افريقي واثنين عرب. 8 سفريات في ال 35 مباراه. ده غير السفر الداخلي في الدوري والاهلي بيتظبط له جدول. ده غير السفريات اللي في الدوري الداخلي، يعني انت بترجع من مثلا الترجي ترجع عشان تلعب في برج العرب. ماشي، ولاقي الزمالك بيلعب 29 وبيراميدز بيلعب 21 وده يشتكي وده يتضامن. قولوا لي بس ايه الموضوع؟ في 35 مباراه فيهم 8 سفريات. الناس دي فاكره ان الجمهور بينسى او الراي العام معهوش ورقه وقلم او حتى الناس اللي بتراقب وبتتابع مش فاضيه تحسبها عشان يتقال له طب ايه الوضع؟ ايه المنطق؟ ما تيجي نشوف. احنا شفنا الاخطاء التحكيميه وما قلناش راينا خالص، عرضنا اراء خبراء التحكيم. ورغم هذا يا استاذ ابراهيم والله لا نجد، انا رايي لا اجد غضاضه ان تؤجل مباراه الزمالك والاهلي لحد ما الاهلي يخلص ماتشاته. ايه المشكله؟ ماتشات بيراميد اذا كان ده ممكن فليكن. ايه المشكله؟ ما عندناش مشكله. طيب الاهلي عبر الوادي بهذا الفوز، راي الدكتور طه اسماعيل في اون سبورت، والراي الاراء الفنيه الحقيقه من المهم ان احنا نقف عليها حتى اللي فيها بعض الملاحظات. رحم الله امريا اهدى الي عيوبي او انار لي الطريق، لانه كلهم اساتذه محللين كبار لما بنعرض ارائهم حتى المتحفظه على الاداء بنحاول نساهم في تشكيل راي عام يقول الخطا فين وحله ازاي. نشوف الشيخ طه.
يعني بالمناسبة شفنا ضربة الجزاء اللي احتسبت على الشناوي، طبعا لو قررناها بضربة الجزاء التي لم تحتسب على جنش اعتقد المسألة المسألة واضحة جدا جدا يعني ان لا توجد مقارنة، واحدة اوضح والتانية اوضح يعني. طيب نشوف بقى كابتن عماد متعب المحلل الحياة اللي كل مرة بيزداد احساس عالي جدا بالملعب وبيقدم رؤية فعلا للاعب كان لسه من فترات قصيرة في الملعب، نشوف. كلام فني محدد جدا، معدلات الجري، المجهود اللي بذل، عدم تغطية الجون بسرعة، وانت قلت لي جملة يجب ان تكون في شخصية الاهلي وفي تعليمات الفنية، لما تجيب جون اضغط وخلص بالتاني. بالظبط. ما تغيرش اسلوبك غير لما تطمئن على المباراة، عايز تريح عايز تعمل تماما. صحيح. وانا مع هذا الفكر. الاراء المحترمة جدا للكابتن محمد عمر، نشوفه. موجود. طيب شفنا الرأي الفني للكابتن طه اسماعيل وكابتن عماد متعب والكابتن محمد عمر. جيراردو ايمن اشرف. المباراة ديت شهدت بعض الجدل التحكيمي فيما يخص ضربتي الجزاء لرمضان صبحي ثم ضربة الجزاء المحتسبة على الشناوي. هنشوف رأي الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الحدثين دول، وبعد كده نشوف اللغط اللي أثير. طيب كابتن عصام عبد الفتاح ورأي عدد كبير من خبراء التحكيم اللي أنا شفتهم الحقيقة، إنه رمضان صبحي ضربة الجزاء بتاعته كانت المفروض تتحسب فاول عليه قبلها. الخطأ ده لما نعيده يا شوارب من بدايته هنلاقيه خطأ مركب في ثلاث مراحل. ما اتحسبتش المرحلة الأولى في محاولة إعاقة أو إعاقة مدافع وادي دجلة لرمضان بشكل مباشر واداله الفرصة إنه يلعب. يعني لو هنتفرج عليها دلوقتي أهي. لا دي عايزة بدري شوية، بدري شوية، رمضان اتزق قبل ما يدخل ال 18. يعني من بداية اللعبة هتلاحظ إنه رمضان أهي أهي. بص اهو لو وقع كان خد اداله الفرصه دخل ال 18. يعني الخطا الاول لم يحتسب لرمضان، الخطا الثاني لم يحتسب على رمضان، الخطا الثالث الكامل رمضان وقع باعتداء صريح، الحكم ما حسبش الخطا الاول فاستمر اهو كل الاعاقات اللي بره ال 18 ثم الدفع ثم الاعاقه المباشره. استاذ ابراهيم في لقطه من ورا الجون، في لقطة يا شوارب من ورا الجول لو تعرف تجيبها لنا، هيبان ان الدفع كان متبادلا. الاثنين بيشدوا بعض. واحد لو عرفت تجيب لي اللقطة من ورا من هنا من ورا الجول، اللقطة كانت دفع متبادل فرمضان استخدم القوة أكتر. لكن اللي أنا عايز أقوله مفيش حاجة اسمها يا إما كنت حسبت الفاول، لكن إذا ما حسبتش فاول هي ضربة جزاء مستحقة. بالظبط. عايز تقول لي مش هتحسب الفاول يبقى كان من الاول حسبت لي الخطا اللي بره، الخطا اللي بره، ويمكن كان يبقى فيه طرد او انذار. بالظبط. مؤثر يعني، وهنعتبر يا سيدي ان في نوع من التهاون هنا والتهاون هناك في الشناوي. في الشناوي ايه ده؟ طب بتاعه الشناوي اوضح ولا بتاعه جنش؟ لا مفيش مقارنه. ها مفيش مقارنه خالص. طيب اذا الموقف واضح. لا عايزين ما اثرتش على تكت الماتش، يعني ما يكون خطا متبادل واحد هنا واحد هنا، الاهلي يفوز 1-0 مثلا. بالظبط. بعد المباراه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره كان له تصريح، التصريح ده اهميته فيما اثير عليه من لغط يمكن شوارب جايب لك اللقطه اهي اهي واضحه جدا جدا دفعه. بص استنى بقى شوف شوف اللطشه بالايد الشمال، استنى اهي شوف اهي 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 يا اللي بتقوله، فلما الدفع دفع دفع واندفع اهي. الكوع ده فين؟ الكوع فين وبيلف حوالين وسط مين؟ الايدي بتتلف حوالين وسط مين يا اهل العدل؟ ها اهي اهي فزقوا
لما بيلف في ايده حوالين وسط الزاويه. لا 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 برافو عليك، هي دي الكاميرا اللي مبينه المساله قوي، وهو تحت تاثير انه جاي بيتزق من هناك. فلما ده زقه كمان استخدم معاه التربس، معاه تربس بقوه. تاني تالت كان ينبغي عدم التسرع الا لما الناس تشوف اللقطه كل بكل زواياها، كل الزوايا. طب نشوف الكابتن سيد عبد الحفيظ التصريح اللي قاله والتداعيات بتاعته. ده كان كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ الذي اراد ان يغلف كلامه. انا بسال سؤال، ما بهاجمش وما بعترضش، هل هي معلومه سليمه ولا لا؟ ردوا علي. انا عارف ان المعلومه الاولانيه سليمه، المعلومه الثانيه مش متاكد منها. اعتبر هذا هجوما على الحكام. اما الهجوم على الحكام المباشر لا يعتبر شيء. هو ده بقى مربط الحصان بجد. اولا الكلام عن التحكيم او عن اي اطراف المنظومه الرياضيه مفيش كهنوت مقدس. اللي مرفوض الاساءه، اللي مرفوض الاتهام، اللي مرفوض الخروج عن النص والروح الرياضيه. لكن مين قال انه مدير كوره في اي نادي لما يطلع يقول عندي معلومه بتقول كذا كذا كذا، ايه الاتهام المبطن اللي موجود في ده؟ انه في خطا في سياسه توزيع الحكام، جاوب رد عليه. هنا ده الخطا بعينه، الخطا بعينه ان انا اسكت على رئيس نادي يطلع بعد اذنك يا باشمهندس يطلع يقول لرئيس لجنه الحكام يا كذا بالفاظ كلكم تابعتوها وسمعتوها، ويقول للحكم باتهام مباشر انت قابض، وسمعت كل الاتهامات اللي قيلت ضد الحكام وضد رئيس لجنه الحكام وضد رئيس لجنه المسابقات، واخرها من مالك نادي بيراميدز اول امبارح ضد الاتحاد نفسه، ولم يحرك احد ساكنا على الاطلاق. القيامه قامت على سيد عبد الحفيظ، مطلوب احالته لجنه الانضباط ولجنه القيم ولجنه الاخلاق والامم المتحده ومجلس الامن، لانه طرح ثلاث معلومات محددين. الكابتن سمير عثمان وهو حكم دولي سابق سمعته بعد هذه المداخله لسيد عبد الحفيظ اقر بالثلاث معلومات من الناحيه الموضوعيه الصحيحه. عشان كده ليه الحساسيه الشديده في التعامل مع معلومه؟ سيد عبد الحفيظ من حقه يطرح معلومه، ونادي الزمالك ونادي الاتحاد ونادي المحله واي نادي هنعتبر ان، لكنه ما دام ما فيش اساءه وما فيش تجريح ليه ما تردش عليه؟ انا عايز اسالك سؤال. خلاص هو سال وما اساءش وما حاسبوش اللي اساء. طيب ومش هيحاسبوه طبعا، بالعكس ده هو حساب سيد لخوفه من الذي يسيء ويسيء. لكن انا هسالك انت سؤال، هو لما مدير كوره يقول الحكم النهارده ظلمنا واحتسب ضربه جزاء مش صحيح، يعتبر هجوم على الحكام، وإذا كررها يتحول للجنة انضباط، صح؟ أو إذا انتقد أداء الحكام. طب رئيس لجنة الحكام لما يطلع يقول لك ضربتين الجزاء مش صح، لا دي ضربة جزاء ولا دي ضربة جزاء، هو انتقد مين؟ ده رئيس لجنة الحكام. طلع بيقول لك ضربتي جزاء مش صح. لو كابتن سيد اللي بيسأل هو البنا حكم كم ماتش من سنتين للزمالك يبقى أذنب ويحال الى الانضباط. طب رئيس لجنه الحكام اللي قال ان الحكم غلط، لا ده رئيس لجنه الحكام بعد ماتش الاهلي والزمالك اللي رفض يجيب فيه حكام اجانب عشان فاهم انه بيدي مسانده لمحمود الحنفي، فطلع يقول لك ده لو محمود الحنفي ما سيطرش على نفسه كان طرد خمسه من هنا وخمسه من هنا. مباراه يطرد فيها 10 لاعبين ويوصف الحكم انه اجاد. مش احنا اللي بنشكك في الحكام يا كابتن عصام، ده انت اللي بتقول. فما مش ما تديش الحق لنفسك وانت رئيس لجنه الحكام ان تنتقدهم في العلن وتنتقد وتقيم ادائهم في العلن وتحرم اي مدير كره. زي ما بيقول الكابتن عصام عبد الفتاح بيوصي بتغيير اللائحه علشان انذار عبد الله جمعه لاعب الزمالك شايفه غير مستحق، رغم الاعتراف بانه قبلها كان لازم ياخد انذار في لعبه اخرى. هنغير اللائحه عشان لاعب. طب
محدش سمع لكم رأي، وأيمن أشرف وجيرالدو في مباراة الأهلي وسموحة بياخدوا إنذارات بدون وجه حق، محدش سمع على تغيير ضربة جزاء، زي ما محدش سمع على لجنة الانضباط ولا لجنة الاستماع ولا مجلس الأمن، وانتم بتسمعوا الاتهامات من مالك نادي ورئيس نادي. واحد واخد انذار وله ضربة جزاء يا استاذ ابراهيم، ده اللي واخد انذار جيرالدو كان له ضربة جزاء فيها. صحيح، للأسف ده همنا الوقت حتى دون أن نكمل، يعني مش هنوري لهم اللقطة حتى السبت؟ لا، اللقطة دي مش هتاخد دقيقة بتاع جيرالدو. لا، مش متاحة دلوقتي. آه. السبت إن شاء الله الأهلي وسيمبا التنزاني في برج العرب، المباراة مهمة جدا في 9 مساء، كل الأمل بإذن الله تعالى لحضور جماهيري أهلاوي ملتزم ومنضبط ويساعد على اللي جاي إن شاء الله، ويفوت الفرص على أي حد عايز يستدرجه وما أكثرهم. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى رغم كل هذه التحرشات والتربصات بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 10 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. قم يا أهلي شوف ولادك والبنود، ما أبدع فكري أباظة عليه رحمة الله في نشيد الأهلي.